حفلده فوريتانكا مسجدك ابو بكر الصديق والله فوري فوريتانكا مسجدك ابو بكر الصديق وامد وحوين كبدلي دونو باهدا مسجد اي كجرتا ودنكا جرملكا انكا بدن مدشن اي طبان سنا اي اوغو دنبيي جالي يدا جرملكا فيز بادن اي ماينس ايا سورتقل اي دعودن كنبي لابي هالكاس مدقات ودير وان مسجدك افراد اي لغهر قليو جرملكا مقالة كاسل منشن اي اوفن باق ايا دبولي باهدا وحبرشو اي عرورتا اي تربية إسلامك وأنا أقول أسوه يتيدد وينها صوماليات أحبتي الكرام إن شاء الله وحين أم الله بنيسا مريتان في مسجد كيغا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن شاء الله وحن قب الله بإننا برامش كين إلا أي عبار أي نوص عندنا دو إله يدمه وحن آيات القرآن كأين أفردنا إن شاء الله فضيلة علي عبد القادر عبد الرشيد فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم غير أن يبلغ نابهم ولا قلة ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يجدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انبسام لها والله سميع عليم صدق الله رسوله صدق الله الله العظيم بارك الله فيك واحسن الله اليك ان شاء الله هذا الوعد كلمات معذره قبل ان شاء الله ونوب بحضورنا في الصوماليه يا اخي جربك ان شاء الله عيال كان من سيوكرتان ينزل جهد على قضيه الشيخ ابراهيم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. موضوع عدونا إنا قاعدة وحواية صلة الرحمة وفر بونا قمت أب هوي أب لي هوي ديس قرابة لذا إيه لذا أب لذا هوي لذا حي ولا لي لذا حي سيدو كلا أبها أساسو كلا واجب كرم الله سبحانه وتعالى نصار محيط هاي صلة الرحمة رحم كان قبيل كان وإلهي كاد تحكيني وإنا حيث أديك بويانك وإنا حيث وواجب نصار أديك مسلمة سومان هانتس مسلم هادات هاي إلهي هذا الكيسة ما قال إلهي أدي إحساس أوليبان أدوني أخيو أدا إلهي أدعين وإلهي رالي كان نقولين أدون كان وخسارة آخرنا وخسارة بس دين تواسهل انت قفكم إلهي فهم سيه بس واي لكن ذاتك إباطة يا ستوحي تاي مسلمين انت وذا بدن دين تو دي ما فهم سيداس على درتي إن شاء الله موضوعا وموضوع مهم وكفى إذا سننا بمانتنا
Das Thema lautet die Verwandtschaftsbande pflegen. Jeder von uns hat Mutter und Vater. Deine Mutter hat Familie, dein Vater hat Familie. Du musst die Verwandtschaftsbande pflegen, die Familie deiner Mutter und deiner Vater. Es ist Pflicht im Islam. Bestimmte Muslime denken, die Verwandtschaftsband pflegen bedeutet, ich halte die Bindung zu meiner Familie, wenn sie den Kontakt zu mir suchen. Wenn sie den Kontakt zu mir brechen, breche ich den Kontakt zu ihnen. Und das ist falsch, wie wir erkennen werden, inshallah ta'ala. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كله كله سورة النساء آيات صدني له واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلهي هذا الكيس من كان مقشيد سفع عبد يسوع فهم كعام الفل ليبان أدوني آخرة وهي النساء لباتذن استمعت وحواي ذاتك انتو ضبطان هذا الكإلهي قيمة مسيحة خوفك هذا لك إلهي أقيم السينم إلهي أبتي سقيمك ملعن هذا إلهي أبتي سقيمك لها نوا خساري الدنيا أخر إلهي هذا أكتاد قيمك اللي هي سيدا إلهي أجعش هاي وإلهي أكتاد قيمة أقول لي أساس إلهي أجع لي أدنان هذا ركت إنا أقات إلهي موقفك أعديك أكتي سأك جوكت موقفك أعديك إلهي وأكتاد كجوك فيري هذا يقول له إلهي أساسي معاملاتك فيري إلهي ما مخلصا وحو إلهي الرالي ما كتر نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي قاق إنه قدوة أقود يونيس رالي ما كتر ما يهديتها لباطة كويسته ما حي الدين تهذا شيء شوى وشيء نوسى وحكى لا هوسك وضعتا دين تي سيدة إهد وإلهي أغتر لك مسعود إلهي مركب وحوليها إلهي عابد هانا أشريكيين إلهي عابد وحوك أمر إلهي لإمام وحوك كار ربنا كهر قف كلا أحق لو عبد مجدته قف كلا هذا الكيس لا مقلا يقول لو ينينا مجدته هذا الكلا مقلا وهذا الكإلهي ديس وافقس قف كإيما أبيها هذا ولا الكيها هذا قف كدونا هذا هدو إيش شيء وحو إلهي أمرايو سمعا وطاعا ومقلا إلهي يا مقلا هذا الكيس إلهي وحوي روح إلهي رسول كيس إدهايا لكن هدو إلهي ما هذا وح إلهي رسول كيس إرالك إهل وكديدا ما حي الأنبي إلهي رسول كيسا إلهي عبودا رسول كيسنا طريق سرع قف مسلنا أحي إلهي رسول كيسا نولوش إذا وحربا إنا إنه قد تصيد إلهي دونا أيو شاقش لكن فإذا ما قف هدوء له أني دخترا أحي وحتى إسكول كما تخانا وقالي وليس هذا الكيسا ميلا نسو قادة المدرد دس بيقن إلهي وحليه إلهي عب أني عبودا إلهي كأبوري عابد إلهي إنها أشريك يلي والدك والدك على قفل بوالد إلهي أحسان فل والدك وحو البؤ وناك السمين وأمر إلهك أمر والدك هفي عناده يوسف في عنان مسلنا هذا قال هذا تاجر هذا فقير هذا هاتو كذا يوسف تكنين شغاله معه حرير وحاجر تقفك بين آدمك وإلهي اللي هي حرير وقفك قفك كالأولى اللي بين آدمك نحضر والدك إلهي وحوك أمرئنا أحسن فشي أحسن فشي واجب إلهي كساريك صباح عديك هفيرين وحو سمينا وحوكوها الله عديك وحاكودة لاشا مروا البابا إنا أحسن فشي وأناك فشي إلهي كأمرئ إلهي أبداع هاتين كاس ما استاهلوا إيا كاس وإستاهلا مروا البابا عديك حرير كاغا وإنو أهاضو من إلهي كحرق وقتي والبي السكن والبن ورش هذا اسوي دي إلهي الرالي من إجاي مسأجة معهن حتى من تأدونك كتجو قف وحيد راي ملك أبي هو يدي قبيل كيدت قف وحيد راي ملك إلا من أتى الله بقلب سليم قف كبد بالا وقف قلب نظيف إلهي ولا نقض حديث إلهي قلبي أنا نظيف إلهي عبد إلهي لماذا نهلا ولا جن وخفك لها عبدنا إلهي أهل والدك أحسن فر قرابة اللي هذا هي قرابة هذا هو إحسان فر وقرابة دي يصير هو إحسان فر والقرابة هذا هدي هاد كلفوكتي ان تليفون قدر السلام عليكم هذا ما في عنتم وأرن لوبة هنا داد وحاجره إهلكي أذيرا دي هبار يرتي ولا ليه إداد كيوتن أحتى تليفون لسول درين دور سنة بوقشو أتك سو بوخو
إهل كأجوا يا قرابة الله وحقي كقولين صوبخه مركب بوقتي سيف في عن الله هذا الأول شيء كاسو حالك هذا ودي إسكورن هذا ما في عن تهاي حالك عروت تكورن حالك إن نلش إن مسعتا وح ما أوبه هنتين إن كلميس الواجب وهذا قصارا وقرابة الله إن أحسن فشي واجب سيء أحسن فلي ذاتك بين آدم كأدونك جوجو إلهي فضلي وكلسي وح أيك لا تري المر والبر أما إلهي علمي وكسيي أودتك خرابة هذه وسنسينين علمي قسوق فإيدا يسي أما عرورتي علمي أبهين علمي دي وأبهين مهلي كرا العاق أبهين إلهي العاو كسيي خرابة هذه نخارك وإلهي فقير وكالي لعقت إلهي كسيي كوكالمي أما إلهي قوتي حوق كسيي بوصو كسيي ميلو كاسار كوكالمي وحلو إلهي كسيي نمعدي إلهي كسيي حمد النقيد وحواسد وإلهي ربعنا ولئماتي واجب ما أعلم هذا دون وسمينا هذا دوننا مسمينا ما الله سبحانه وتعالى ذي أهابنا زارت من سورة نمفية فيها 36 ودينت الله ونزدت إن نشت زو زايت ونزايت بوت زو دن ألتن ونزو دن فوان تزولتس الله علينا أنبيت ونين نشت باي جزيل نمت زوي زو دن ألتن gegenüber sollst du mutig sein. Du solltest zu ihnen gut sein. Und Nummer drei, zu den Verwandten gegenüber solltest du auch gut sein. Ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns muss sich daran halten. Wa hala gawari, sahabiga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, inu yiri, nin ayahu hu'i min nabiga alayhi salatu wa salam. Bal firi wa lalai, su'al muhim ah ayyuhu itina, nin kan sahabiga. مجلس المشي نبي عليه الصلاه والسلام ويمال ابو ايوب الانصاري زارت نين اياه ويمال النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحكير يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه نبي يو ايشك عمل هدي اسميو اجنده كغلى اله الجنه نجل لما انت امين ليش اصعد وليش اس غريغو وقدام بين عتيق دون مش أكون أولان دون أولي جن جوج دون وأنا روش عن تنقدم بس ولا ليه مش أزن وحال إبان أيه قفك إله ورالك يا مرك وحلو يعيش عمل أجمع ذا كبر دقيس ده مرك هذا الكاس سيف عم دقيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم نبي عليه الصلاة والسلام بكيري إله عبده إله نمدنا لما ودا جيني سيدو شرك مكينيس صلاة دي لو أمري شانت وقت إنا تكتدنا وتكنيسا زكادنا وابحينا سايو زكادة وحق ددك مساكينتا دد مساكينة جروحنيسا إله هدو العق زيادة وكسيي وحا آمال إغطي وآذن أباهنين وحكسي ددك مساكينتا زكادة بحي واجب كساروان سو قفنق لمنين قاجو يهارات داد كورنو واديباتي سيين خاصة صومالي دينا واديباتي سنناي وعبا هنهاي إن دادكي مساكين تلا كالمي او زكو إيسا دخل السيو زكذا بحين سايو دادكي مساكين تي ايا كالمي نيسا نبيك عليه الصلاة والسلام محلوكو حريريي رحم كاغانا وحريري نيسا دادك آكدالتي قبيل كاغي رحم كاغا وحريري نيسا مقو نيسي ساسا جنة كوغلي ويمرك يا اسبور بغشتت فون أبو أيوب الأنساري داس أين من سود الخوفيت الله سيغن ونفقيد وف إن كان ونشتلت إم أين فخاق ازاكت أو جزانت الله زاك مي أين تات ودوش إش إنس باغاديس كومي أين تات زاك مي بس إش تون زول أين تات بس إش تون زول أم إنس باغاديس كومي Der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte, du dienst Allah allein und gesellst ihn nicht bei. Verrichtest das Gebet, entrichtest die Armen nicht teuer und pflegst die Verwandtschaftsbande. Subhanallah. Wenn du ins Paradies kommen möchtest, diene Allah, gesell ihn nicht bei. Hör nur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah dir etwas sagt, du solltest tun, tu es. Wenn Allah sagt, es ist haram, haram. Du hast Koran. Warum hat Allah Koran herabgesandt? Damit wir danach leben. Nicht damit wir schmucken und im Regal schön machen. Nein, Koran musst du lesen.
Und der Koran, wenn du nicht praktizierst, ist gegen dich, Yom al-Qiyamah. Der Koran sagt, oh Allah, er hat mich gelesen, aber er hat mich nicht praktiziert. Da steht, dass er zu den Eltern gutig sein sollte, er liest Koran und behandelt seine Eltern schlecht. Das geht nicht. Der Koran spricht für dich oder gegen dich. Wenn du praktizierst, für dich. Wenn du nicht praktizierst, gegen dich. Deswegen, du sollst Allah alleine anbeten, ihn nicht beigesellen. Du sollst das Gebet verrichten. Das ist Pflicht. Jeder Muslim, der volljährig ist und die Kleinen müssen noch lernen, fünfmal am Tag Pflichtgebete zu verrichten. Zakat zu entrichten. 2,5% von deinen Sparnissen. Wenn du 1000 Euro beiseite tust, ein Jahr lang, und du brauchst dieses Geld nicht, du solltest davon 2,5% für die armen Menschen ausgeben. Weil unsere Religion, Allah sagt über unseren Prophet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahrlich, wir haben dich gesandt, barmherzig vor alle Welten. Ich bin Muslim, ich bin barmherzig vor alle Welten. Nicht nur Somali, alle Welten. Aber wir Somali müssen erst mal lernen, dass wir barmherzig miteinander Somali sind. Ja? Weil wir sind immer barmherzig mit anderen Leuten, aber untereinander haben wir immer unsere Probleme. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Und du sollst die Verwandtschaftsbande pflegen. Die Bindung zu deiner Familie musst du halten. Du musst sie anrufen, du musst nach ihnen fragen, du musst besuchen. Wenn sie Hilfe brauchen, solltest du helfen. Du sollst sie gut empfangen, du sollst besuchen, wenn sie krank sind und so weiter und so fort. Wenn etwas Böses passiert, solltest du Beileid sprechen. Pflicht, sagt unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arintan oo ah illa xiriiriyo rahimka ma ahan arin ku saabsan annaka oo kaliya ummad Muhammad sallallahu alayhi wasallam bas ma ahan laakin ummadii naga horeeyo dhan ilaahay wuu amray inay raximkooda xiriiriyaan waa wax la amray dhammaantood ya es ist nicht so dass wir nur muslimen jetzt heutzutage der letzte botschaft allahs dem quran durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir befohlen werden, die Verwandtschaftsbande zu pflegen, sondern ist ein Befehl von Allah auch zu den Völkern vor uns. Ilahi subhanahu wa ta'ala Quran ku yukula ya suratul Baqara ayat 83 wa id akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba. Ilahi subhanahu wa ta'ala ayat wa hunu gu sheega inu mithaq ka qat. Wa ma'na wa hlisku waafaqay wa sida ma taqaana in aad tiraahdo aniga arintaas waa kugu raacay ya waa isku raacay waa isku waafaqay waa miithaaq waa say jarmalka dhahan oo kale fartaraag af soomaali maxaa lagu dhahaa bani israa'il reer bani israa'il maxaa waaye marka tii marka arintii oo qof walbaba inuu arintaas ka soo baxo ee tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ay isku fahmeen قول اسكو وافق هيشيس كم حي هات إن إلهي ما هني قفك لا عبدي قرابضنا الحريرية مركو واجب عصب ما هن وواجب إلهي وحتى أمضيه نجوه ري وصاري يا deswegen dieser Befehl dass wir zu den Eltern und zu Verwandten die Bindung halten ist ein Befehl auch denn die Völker vor uns hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Allah der Erhabene sagt im Koran, in Sura Nummer 2, Vers 83, und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden außer Allah anbeten, euch den Eltern und Verwandten gegenüber wohltätig erweisen. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Vertrag mit Kindern Israels. Dass sie Allah alleine anbeten und niemanden beigesellen. Und Nummer zwei, dass sie die Bindung zur Verwandtschaft, zu Verwandten, daran festhalten, nicht brechen. Ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Abu Sufyan ist auch damals in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan, Sakhr ibn Harab, erzählt in seinem langen Bericht über das, was sich bei dem öströmischen Kaiser Heraklius ereignet hatte, dass was sich bei dem öströmischen Kaiser ereignet hatte, war folgendes, dass er gefragt hat, was
sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was empfiehlt er euch? Was predigt er? Was verlangt er von euch? Und er antwortete folgendes, er sagte, er lehrt uns, betet zu Allah alleine, gesellt ihm nicht bei und wendet euch von dem ab, was eure Vorfahren sagten und er hält uns dazu an, das Gebet zu verrichten, aufrichtig zu sein, keusch zu bleiben und die Verwandtschaftsbande zu achten. Ja? Abu Sufyan, Sakhar ibn Harab, ilahi raliha kanu khudir, wuhu yiri, marku joge matakana kuwan rum wakti edas, o nabiga alayhi salatu wasalam, e joge jirin bukurto edas, e jiri jirin, ayu wuhu yiri ninka sedot Herakles ah, aya lakul may, markas wuhu yiri wuhu yiri wuhu yiri, nabiga alayhi salatu wasalam, asad Muhammad unku iskali aniga wa anaka, lakin nabiga nawa alayhi salatu wasalam, wa ina maga isa marwa al-baba akusallinu, sallallahu alayhi wasallam, alayhi salatu wasalam, wuhu yiri mhu idin bara, wuxuu idin sheego maxayta ina sameysiin markaas wuxuu jawaab ka bixiyay wuxuuna leeyahay ilaahay kaligiis caabuda waxna ilaahay cibaadadiisa hala dhinac hawla leexanin oo qof kale ilaahayna caabudin qof kalena caabudin shirka hala imaanina taasu ayuu nafaraya talabaad uu nafaraya waxa waaye wuxuuna leeyahay wax walba oo waalidiintiini iyo dadka idinka horey oo la imaadeen oo khaladka ah oo diinta waafaqsaneen ka hara wixii xun dad waxa jira mataqaana oo dadkooda ku dhahayaan khabiilkeenii ama ehelkeenii saas u la yimid kan u la yimid kan u la yimid islaamku waxas ma jiro wa wax walba oo diinta waafaqsan inaa qaadatid wax walba diinta khalafsan inaa ka tagtid waay waajib ku saaran waay waxa ay reerkaaga iyo qabiilkaaga la yimaadeen haddii diinta waafaqsan tahay samcan wa taacan qaadaha ka soo horjeesani laakiin haddii tii ilaahay ay khilaafsan tahay ma waa iga raali noqdaa leedahay soomaa adiga ilaahay caabuda ilaahay ma caabuda mas dadka caabuda إلهي عابد بس أدارت إنا الدنيا آخرة لي بنتي مركا وإنا كل حتين وحا إيدتك هورا إذين كانان أو خلتك أه إذين وحاس أرين تاس إنا كارتين تاس أيو نبريا وحو كلو نبريا إنا صلاة تكون وحو نبريا إنا نقون ضد داعت أه أو وحو البقى سمينا يعني إخلاص إلهي على درتي سو سمينا يعني وحين وحو نبريا إنا كفو غانا وحو البقى حن أو زيندي وحو البقى حن أه إنا كفو غانا أيو نبريا وحو كلو نبريا إهل كينا إنا حريرنا والنبي عليه الصلاة والسلام ومركو دعوة بلاوي في أهمية ده إلهي هاي إهل وحال وريين سحابي أولادها يا عم بن عبس السلمي وحيري كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة واختي جاهلية واختي النبي عليه الصلاة والسلام أنتم سن إيمانين كهر دتك وحي عبود جيران سنب يا كعبة ماشي أهد إرتان دتك وحي قول جيران نجح نجح عبود جيران وحول بي أباهي نجح ويدين نجح محوق سينكرا نجح عبود جيران مشركين أهاي أنتم سن إله إيمان إلهي يقوم من نيست نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي ينقوم من نيست نبي محمد عليه الصلاة والسلام ساس يا وحب قب حين مقدقة يا خلاداتك يا كجرين أنا كنا هدار رعنو دينت إلهي سيقر رعين مقدقة وقب حين إلهي مقدقة أنا قصار يا مركا وحب يروحا أم لينا يدتك أورنان إني جاهلين هنا وح غير أي سنجرين وكل وقت سنب كاس عابودا يا دمانتو مركاس وحب يروحا مخلي مكة قف حد لا يو دتك دتك أنا متقنا أي هريريس أي بوحيين مركب وأوي ما ذو يروح حرب إنا أوجادو قف كان وح وشيء جاي وح كوه الله بوحي المركب أوي ما ذو أسود لو هذه أي وح يري جزاكم الله خير أي وح يري سؤال أي ودي أنت أوي ما ذي سؤال شو ودي وحتي وح يري وح كو إرياتهاي وح يقول يري النبي أحد وح ودي النبي محاوي waxa ku iri nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu u yiri nabiga isoo ilaahay ay soo diray markaas uu yiri wuxuu ilaahay kugu soo diray markaas uu yiri ilaahay wuxuu isoo wuxuu igu soo diray dadka inaa u sheego inay raximkooda xiriiriyaan waxaanay to dagaxdan ay caabudayaan la baabiyo oo la caabudin oo ilaahay kaligiis la caabudaa wuxuu kalo ilaahay subhanahu wa ta'ala isoo diray in ilaahay kaligiis la caabudo ah ilaahnimada qof kale la la wadaajin ودين إلهي دين تاس أين قادنا هذا تاس قادنا أدوني آخر ليبانا قارنا بس وسهل أنت رحمة وين حريص إلهي وين وإنا فهمنا بس لكن دباتي وحواي هذا دين تاس فهمين أديك أنا واس دباتين إسا دتكن واس دباتين إسا دباته وين دباتي هو إن قف كه ستو حواي جاهل نمو جاهل كوح كدر المجرت قف جاهل أه وأملا إنه وحوجها وح كسي در المجرت كاس
خوف كادو جاهل يا وجاهل من إنس قرنا إنه وإحنا أوجين وفي عنتر لكن خوف جاهل أو سكوم لأنه وح والبصقة وأوجي هاي ودبات لا اللي ولي يسخلص كيس مسحه مكتوب أسر السحية وح والبقى وش يكتيد ما خادنا يو وأسر أسر السحر وأمرك أرنتاس دبات هذا أي ليلة وحال لجو ريع عبد الله ابن السلام وحويري نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركه النبي قوي من مدينة أو إجراد وكي من مكة ومدينة سوق عليه هذا القوري وكه الله قطب القوري موعد القوري وشج واحد أهد إنه يري يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذا الكبور يا أفكي سكما خلي مركو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصوغ المدينة وحوايه إنه يري داد يهو نبت قليل سلانتا إسا سلامة سلانتا إسكارسية في ذي سلانتا قفك مسلم كو حوايه قفك أقرانا إلي قفك أقراني نبي إنه سلام دادو حاجة لخاركو المسلمين تقفك إيه قانين كلية سلامة مسلمين تقاركو نادا سلامتي وكو استاجنان مي تقانا هاوكو أخانا مسلم تيدو ودباتو سلامتي حتى دباتهم حي سلامي نيت قنا مسلمنا حقا يقول أنا وسلامه النبي عليه الصلاة والسلام حير وأنا سلامتي هذا مسلم تقف والبو مسلم هذا قرني سيد هذا قرني وأنا سلامتي لكن ذلك خارك ودي كوريرنا ورم حي سلامي نيت قنا ورني مسلمنا أهي عندنا مسلمنا توا السلامنا واجب وعي إلى السلام نو السلام عليكم كل واضينا وعليكم سلام تراي بس وحقة كامر ربي يعني روتي كامر ربي سرويل كامر ربي وإحنا كامر ربي وسلامة بس سي صعود نبت قلي يا كل ربا إلى نبت قلي هكو صار سي سعهد خير هي الارتاله انا يد وكود عينه يا ده خيره كل الربا وناقه كل الربا محايق محايق حناخ يا حناخ يا مركا سلامتي انا بتقليدي في ليا اس سلامه مير وربا اسوارك تيم دتك فقراء او مساكين تنا اطعام سي او وحي عنان سي رحمك اننا حريريه هبين كنا صلاه الليل وكذا مركا اي دتك جيفان سا او قشين جنده نبت قليو إلهي جنة أنا بتقليها نوقل هي هم فيها سباي وبليفهم دس بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم أيمال فولغن دس على أين صحابي جزاكتها تامالز قنت أم أنفان بود بوفيت صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إن بأوفتغاكتها دي بنشن سو الله تسوهوفن إما إن مكة Berichtet uns eine Sahabi, er sagte, ich dachte, es gab keine gute Menschen in der Zeit der Unwissenheit. Ich dachte, alle sind Gottes Anbeter. Da gibt es keine guten Leute dort. Und er sagte, bis ich hörte, dass ein Mann geredet hat, ganz weit. Ich wollte hören, was er erzählt. Ich bin in der Nähe gekommen. Um ihn waren viele Menschen. Er sagte, ich bin langsam reingekommen, bis ich zu ihm gekommen bin und die Möglichkeit gefunden habe, zu ihm zu sprechen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Er sagte, ich trat einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka ein, zu Anfang seines Prophetentums, und sagte, was bist du? Er antwortete, ein Prophet. Er fragte, was für ein Prophet? Er antwortete, ich sagte, Allah, der Erhabene, hat mich gesandt. Ich sagte, womit hat er dich gesandt? Er antwortete, er hat mich gesandt, die Verwandtschaftsbande zu pflegen und die Götzen zu zerschlagen und Allahs Einheit und Einzigkeit kundzutun und ihm nicht beizugesehen. Das ist die Botschaft des Islams. Das ist die Botschaft des Islams. Wer sich daran hält, wird erfolgreich sein in Dunya, in Diesseits und in Jenseits. Und eine andere Überlieferung berichtet von Abdullah ibn Salam. Er sagte, als der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, die Auswanderung von Mekka nach Medina gemacht hat, als erst, was er getan hat, wo er in Medina war, war, dass er eine Rede gehalten hat, zu den Bewohner in Medina. Und er sagte, das Erste, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er gesagt hat, oh ihr Menschen, verbreitet den Friedensgruß. Ja? Das heißt, du bist Muslim, du siehst einen Muslim, sag Assalamu alaikum. Und wenn du ihn kennst, sagst du Assalamu alaikum. Wenn du ihn nicht kennst, sagst du auch Assalamu alaikum. Aber manchmal ist es problematisch bei manchen Muslimen. Wenn du sagst Assalamu alaikum, er bleibt stehen und sagst zu dir, kennst du mich? Ja? Wenn du sagst nein, sagst du, warum sagst du Assalamu alaikum zu mir? Ach, du bist Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst als Muslim den anderen Muslim begrüßen, ob du ihn kennst oder nicht. Aber viele Leute kennen ja leider ihre Religion nicht richtig. Deswegen muss man aufpassen. Das heißt, du musst ihn beruhigen, damit ihr keinen Streit miteinander habt, weil du Assalamu alaikum zu ihm gesagt hast. Ist gefährlich, ja? Bei manchen Menschen, es kann Probleme geben zwischen dir und ihm, weil du Assalamu alaikum zu ihm gesagt hast. Ja? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oh ihr Menschen, verbreitet den Friedensgruß.
Nummer zwei, ihr sollt die armen Menschen speisen. Es gibt arme Menschen, die nichts haben. Denkt an diese Menschen, gebt ihnen was zu essen, gebt ihnen was zu trinken. Und ihr sollt die Bindung zur Verwandtschaftsbande pflegen. Und ihr sollt in der Nacht freiwillige Nachtgebet verrichten, während die Menschen schlafen, um im Frieden ins Paradies eintreten zu dürfen. Subhanallah. Das ist unsere Religion. Das ist das, was wir praktizieren wollen. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Abu Dharr radiallahu anhu huiri. Sahibke, wuxuu ka wadaa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Wuxuu yiri, wasi ayuu i siiyey. Wasiyadii uu i siiyey waxay ahayd, awsani qaliili bisilati rahim wa in adbarat. Nabiga alayhi salatu wasalam, sahibkiis ayuu kasoo qaaday inuu yahay. Wuxuu yiri, sahibke wuxuu amray raximkeyga iyo ehelkeyga inaa xiriiriyo, xataa hadday xiriirki ayaga ay goonayaan, hadday xiriir ila rabin ayaga ay iga jeestaan, ay rabin inaa xiriiriyo, ay xiriirinaynin inaa aniga xiriiriyo ayuu amray. دينته وتاس ولا دينته ما هن هداي حرير سواك وحريرنا هداي حرير إنكم حريرنا تاس دين ما هن ده بدن أساس كل ما عملون هدوي صوب وخذوا صوب وخنا هدوي صوب وخننا ما صوب وخناي قرط وارن تاس أبو در رضي الله عنه زاكت أنا أبليف عن das Propheten صلى الله عليه وسلم sagte meine Freund meint den Gesandten Allah segne und Friede auf ihm gab mir der Ratschlag die Verwandtschaftsbande zu pflegen auch wenn sie mit mir keine Kontakt suchen. Er sagte, ich muss zu meiner Familie und Verwandten die Bindung zu ihnen halten, auch wenn sie keinen Kontakt mit mir suchen. Das ist Befehl. Manche Leute denken, ich halte die Bindung zu ihnen, wenn sie die Bindung zu mir halten. Wenn sie gut zu mir sind, bin ich gut zu ihnen. Wenn sie mich anrufen, ich rufe sie an. Wenn sie mich besuchen, ich besuche sie. Aber das ist nicht Islam, das machen die Nicht-Muslime. Du bist Muslim, du musst edlen Charakter haben. Edlen Charakter ist, dass du deine Familie, deinen Verwandten besuchst und du solltest nicht vergessen, du hast immer mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sein als Muslim. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, umirtu an asila man qata'ani. Nabi alayhi salatu wasalam huiri. Wahali amri ina hiririyo datka ehelkeyga ahata adei goyan. Wala amri. إلا الأب وأرنت وأزغس هالنتهي هدي أحريرين يسقفك كحريريو قالت كلوين لسمينا وحواي دادو حاجيرو الرحم كي إيهل كحريريو دادك لعقت له أو متقانا تجرين أو إلا دادو حاجر متقانا حركة مرعب أي تهاي أنكلية محاكيه لا مسلحة مسلحة أنبو سعدان دادك انتو البنساس واي والله إني كان إيهل كي هو رئيس واي وماشا سجوغايو وحلقيا بينا بوس كهلو العك هلو حريرنا كان كلاو خرابيس إيه الكيس حق والدقيا ميل كفوه وحوى يستمجر تو ما عملها وإحنا قري 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 حتى هو سيحدث في عن ماس وإحنا أرنتي سوا سكحن تاي لما حريرنا محايلي حرير كسوا حوا حرير أو مصلحة حرير أو إلهي على درت اسمه مركو ولا ليا سلة الرحم وإنا إلهي على درت اسمه حريرنا مصلحة إنا فينا معه مصلحة كلها ديننا. Es gibt Menschen, die suchen den Kontakt zu Verwandten unter ihnen, die Reichen zum Beispiel. Diejenigen, die unter ihnen was ihnen geben können. Warum? Weil sie gehen zu ihnen wegen ihrer Interesse. Es gibt Menschen, die besuchen nur, sie sagen, ah, wenn ich ihn besuche, wenn ich ihn anrufe, dann kann er mir vielleicht einen Posten, eine Arbeit geben, kann er mir Geld geben. Aber zu den Verwandten, die Armen unter ihnen, die nichts besitzen, die nichts haben, die gar nichts bedeuten unter den Menschen, den kontaktiert man nicht. Das ist falsch. Deswegen, wenn du kontaktierst, kontaktiere für Allah. Du kontaktierst, weil Allah dir befohlen hat, ob deine Verwandte reich oder arm ist, spielt keine Rolle. Und vor allem, wenn du Reichtum hast, du musst dafür sorgen, um deine Verwandten zu kümmern. Arinta kalujito hawaii, dadu hajir ilahi marku nim'asi u khairsi u qofu ilahi l'aksi u malsi. Ehel ki sana, intu wada badan wada faqirin u hneisi. U hajir uhla daha yushuh. ودتك متخانا أو متخانا عن جعلان إني دتك كلا واحد سيان قبيل محل ده خبل محل ده بخيل في الصومالي جوا إياك الأرض ده أنت بنجر مك أخوات ده بخيل وبخيل وحلاه ورول وعدا إيه القطة وصوب أخذه والله مد حلاه تلاجة أبا هنا هاي ومد كلو حلاه ورني وكرسي إيه جبا ومد حلاه قارية أبا هنا وكان أبا هنا وروا بكفوا أنا يقولي وبخيل نم قطر وعرتاس سكيل عليا ها والله يا دي هذا اوتغا هذا ما دي سو بوخدان عنت يغربا الله اكبر وروا عادي هذا ولا عنا غريها ما كلا تو عادي وير كا وا اهلكا وحير عنت يا اكرام مسلمي محبه خلي لماذا محاول ق
خطر وعلى الناس اسكي إلهي إلهي من يفوق بي داد كو رساسي كو كلا تغير بخيل نماذا بخيل نماذا على درتت أي أهل كحرير كيس أقوي يا Es gibt etwas, was man Geiz nennt. Diese Geiz unter den Verwandten ist manchmal problematisch. Eine gibt Allah subhanahu wa ta'ala Reichtum, aber er besucht seine Verwandten nicht und will auch nicht, dass sie ihn besuchen, weil er denkt, sie wollen Geld von mir. Deswegen bricht er die Bindung zu ihnen. Das ist eine Krankheit. Das müssen wir meiden. Das Größte, was du tun kannst vor den Verwandten, ist, dass du sie zum Weg Allah rufst. Dann usere es. أجاري كرتي إنا رحم كذا حرير سيد وحوا إنا قعنت إنتاك قبتي إله طريق ساعات استي طريق إله إنا أكون نيسي إنا خير كل شيء يا وحال الشيء جاي نين يوناك إس خبي أو شن قبلات لها قبلها وحوا يحبهين رعاية خاصة قبلي ولال كان أيا صوب بأخذ جوري مركو جوري صوب بأخذي وحوم مخلي إن لبض ولا يسخو قيل الآيان لو دتك إسقابهم ما هن معلوم والبينة جنة كجيران عمل مرمك خارج سوى إسقوق خيال يا كوا ويلو برسنين حوا وحلاقة بين أمال يعني جنة هنا تامر كور اللي برسنين على إسقوق خيالينين أو يا لو هذا خاف إسقابهم هم بإسقوق خمسة يعني يا وعادي حناقينين وعادي هذا ذو عايشين يعني وأسلق سلام مرك وحلو أركين عد كاديلا ديري ولا مخلا مكت عد كاديلا قابي وإحنا لما مخلي لها لكن ده ذو حاجين ومرك عروضان يا حناقان عد كديري يعني عودك هذه ديري أساس نعودك وديري والس هستم حال اسكو هستا وحيالا لا يشن قبل هذا ماشي خواها يا وحيالا أباهنا زيادة أباهنا كان أباهنا لعكتنا فقد عن سيني سوحان وقدر تاسدح بقول وددك وحوا انت بدن قطر والعقه دي لو يدي موت ددك وحي جعلهن ددك العقه تسيو ددك العقه ويدي وين عبه قف هذا مالو بالعكس هنا يسيد مالو البوجو وقا إيمانا لكن هذا العقه ويدي سيني سوكافه وانا وعادة إنسان كساس وعادة ضعيف كساس إلا من رحم الله إله نون حريص مركا مركو أرنت مخلي وصاق لي نينكي ناسك وحاوي ما أوذو محاشا قدي سوى دخلي سوى متوسط وإسكاد الدحاد ما أوذو إنو أرنت السيو ولكن مركا وحلو إن يد إسكيري أنيقا أيا متقانا تضحية سمينايو أو سدح بغول أوكينايو بالوال بابا أنا حوغا متقانا isdabiraayo arinteeda 300 aniga iska soo goonaya si ay ma taqana walaashay iyo reerkoodi ay san dhibaato u imaanin soo arintii aan ma wuxuu yir bishi koowaad uu keenay 300 bishi laawad bishi 300 bishi li haad markii la joogay walaashay soo xatiray abbu nin ahlul diina tahay nin ahlul khayra tahay misaalid ka tagta duruusa soo dhageysata بل نيه بل نصيحة نسيه دين توح نوشة آيات قرآن نو أخر نو فسر أما حديث أما متقانا قصة نوشة أما صحابي نوشة أما وح نوشة نو فإلي وهاي وهاي ماضي وح أشة دينتي ترتيب حديث وآخر آيات وآخر نصيحة نسيه إلهي أمر كيس قبله جوري جوجي درسية جوكتو بلابنين لجستان إلهي قبله واهنوني حجاب حتى مخالج الحجاب قاتن ويتوسين دينتي سيف عنو قبصدين شان تودي قبلود بإلهي غور في عموسي وركاسو عيري سدح داس بقول إلهي خير بدن وكسو بحي وركا بخيل لي ماذا ما فعل بخيل لي ما فعل سدح داس بقول وبحيي لح بلود إيا حوغاقاس وبحيي إلهي سبحانه وتعالى فير خيرك بدن الله قهلك مركا دادك انتو دا بدن هدي آد وحسي سيد أو هقاجي سيد قلبي قوضا آيا قادن كرتا dadka way ku jecelanaayeen dadka waxay jecel yihiin dadka u naxariisto wanaag u sameeyo kaalmeeyo garab qabto wax la qabto wax walba dadkaas marka haday u imaadaan ay wax u sheegan hadalkooda way dhageystaan sidaas marka ala darteed dadka eelka oo qaraabada maxal raba inay hadii isisiyaan tahaddu tahaqqu war hadii isisiyo is jecelan is qofka hadii ku keeno waa jecelshay marka aragtid wax duuduban in la soo wado maasha Allah maxaa ku jira meesha war maxay noqon kartaa جاء قلبي و وفرح سنة سودو 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 شاه هو أي محامنت كنت ورسكوا على هذا أريد تهادو تحاب درسي جوا درسي دير علوم هذا وأنا اللي جوعان مرة بينا هذا الك متخانا كل جي أو ذقانته طيب نبي عليه الصلاة والسلام وحيل مجرو شيء إلهي لغو أضيعه أو مركز ثواب كيسنا أو دك دك خفكر لغو سيو مت كغا دقسي بدن رحمك اول حريري يا
Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die gute Tat, die Belohnung schneller nahe bringt, ist die Aufrechthaltung der Verwandtschaftsbande. Wenn du die Bindung zur Verwandtschaftsbande hältst, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Belohnung schon in Dunya. Dann kann man sich an Ehel Kodi, Rechim Kodi Hiririyo, Ilahi subhanahu wa ta'ala Nolosh Wadu Ubarakaya, Mal Kodi Ubarakaya, Mal Kodi Uziyadiya, Umru Wadu Udairaya, Wachol Wadu Ubarakaya. Dann kann Ehel Kodi Hiririyo, wa bil'aks, wa nibati sayin datkas. صدق سيدو قالتو وحلقا يا ايلكا خاركود ان دد فقيرين اسك جيران صدق قد انت اذن سينين ددك اجنبيق اه وانا خرابده دي فيرس دورتورتو ايلكا دد او مساكين او وحني سنين كو جيران او وحو باهن ان صدق لا سي ايغا كو هرمرسي ايغا حق له مركا النبي عليه الصلاه والسلام خيري صدق قد اب حينيس اسينيس قف ايلكا اهن هل اجرك قادنا ساو صدق ان بحسي لكن قفك اقراود لا تهدا صدق سيس او اسق او خباهن سيده دد توكلته وحا قادنا لبا اجر اجر صدق قد اب حسي يا اجر حيرك ايلكا حيريس يا wenn du auch unterstützen möchtest an die armen menschen es gibt vielleicht in deiner familie und verwandten arme menschen unterstütz ihnen gib ihnen etwas von dem, was Allah dir gegeben hat. Ich spende und so weiter und so fort. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man etwas spendet an einen armen Menschen, der mit dir nicht verwandt ist, du bekommst eine Belohnung für diese Spende. Aber wenn du spendest eine Bedürftige, der zu deinen Verwandten gehört, du bekommst zwei Belohnungen. Einmal, dass du gespendet hast an ihm und einmal, dass du die Bindung zu der Familie, zu den Verwandten gehalten hast, weil er zu deiner Familie gehört. Doppelt. Deswegen, liebe Brüder, müssen wir darauf achten. Nabi alayhi salatu wassalam huwiri, ahlu jannah, datka ahlu jannah, da ah, saddah qof, ayaka midah. Wa badayhin, qutba ujaydina, ayu hukiri, saddah qof, uhika midiyan, datka jannah, ahlu jannah, ah. Wa ahlu jannah, thalathatun ayyuri. Wuhukubilawi, dhu sultanin, muqsitin, mutasaddiqin, muwaffiq. Wuhukubilawi, nin ilahi subhanahu wa ta'ala, uquwad, iya sultan nim usiyo, nin malahti nim usiyo, wazir nim iyo, mail usari. حتى هدو شركات أولية أما مال والبوجوه مسؤولية ذو إلهي ساري نين كاسم حوصة مينا دادك أولن أيو داعات أيها دادك أولن ما تقانق ملوغون أيو ما تنبا أيو قف والبحق يسوسينا يا قف والبوحق وحق أولي هاي أيو ساسك عند أسينا قف كاسيدو أو مسلم أو ساسي يلو جندو قلا قف كاساسي يلو جندو قلا قف كالابات قف كالابات وهو رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة قف كالاباد وقف متقانا او رحيم او نحريس بدن نحريس بدن يو نحريسنا يا ذاتكي قرابدي سي اها اولان ولا اولا جوغي ايو افي عن يهوها او ناكسين يهي ومرو البادو هذا الفعن كلها دا او كالمانا او قرب استاقين وحو البلقبنا نين كاسوا نين جنة اهل جنة كمدا الهنا كمدا قف كسدحات اهل جنة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقلت المامين اهل جنة كمدا هاي ومسلم عفيف متعفف ذو عيال قف متقانا او اباء او الى عروسي او عروتي سمتقانا بنبوننا يو لا شيكسنا يو سيف عن حنانينا يو واجب سارنا كسو بحايو حقود سينا يو انا حريسنا يو او ساس ولا سعود نين كاسي تود نوانين الله سبحانه وتعالى وجنز اهل الجنه كم ديال النبي عليه الصلاه والسلام ساس ولا شيء بل فين ولا دينتنا معاك في يا مركب ولا ليا وإن دينتي فهمنو وكو عمل فلنو سو إلهي سبحانه وتعالى أدوني آخره ونبان موسيقى مركب حاجة قصة وآب إعاد معان لكن قصة صحوة لنا وقت إلي وقت إلي إغاني صحوة لكن حسب دي إن شاء الله تعالى كور نبضو حديث نحلو حديث عرمتا مصعب سنين الشيخ وسيدة سبسودة بقريات إلهي مركب حاجة لي من صحابة وأبو ضلحة لأهل أبو طلحة وحبها أكثر الأنصار مالا ذاتك أنصار تقو مدينة جوبي وكان مين عليه الصلاة والسلام ذاتك أم البضن وكمي تعالى مالك وحبه لها متى كان قارن بحيلة نفسه مالي بير الحمد لله بير بير هل خفون بير ها وكاسا الحمد لله رب العالمين مش مسوق سومالش لان بير يا وندا النبي عليه الصلاه والسلام مسجد كيس ايوكا ادوا ماشي النبي عليه الصلاه والسلام بوجلجي مركب
مركز سيتو النبي عليه الصلاة والسلام وقت قاسكو جو وحي لسود جيناي آيات القرآن كله سود جيناي وانا سلام تنالوا البر حتى تنفقوا مما تكبون وابر وحو البقو وناك وحو البقو وناك ماش مسري مجاري كتير إلا أبحسيت إلهي بدي أقوم بحسيت وحا أجعشها مركز عليك مركز وحب هنا أنا محابك هنا هزار المدرك إلا في حنوحة بحنا لك الدوك لأس صدقنا بحنا وغنس المتغنى غرب قديم كأي وحل ربي والله كان مر البورسان مر وابحنا شاتي كان مر وابحنا لكن كان عصوب ما يوهي سنة ساسا نحن نبوت مركز بير ماش موسري سمجاري سي وإلهي كريم إلا أبحسي وحا أجعشي هاي بس مركز سودك طيب صحابي أبو طلحة وحوها هاني مطلق أنا بيرتاس بيوحاق لنها يلها وحو الإله يو آيادس إله سودة جيب آم أخلي وحرم أجر كاسوين إله إله على بلد سأوزه الله الله أليس هلنا ندخل مسهل إنت بنا داري قال المسيح سأجعشها إله على بلد سأوزه إنت بنا من الموارد نبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا جوحة أركا رأيي جوحة وايد هنا قرابة هذه إلك تحول القديس إلى المال هذا يصير يا أبا مكمل تذكر يا أبا ما أنا تذكر إيه مانتي عروت هذه مانتي ولا لا هي مانتي أنا تذكر كلا قلنا دعوة حتى سلوك لا تقول مرت أبو طلحة والحميري سيد النبي يري أو أمر أيا سنيه وأخيبي قرابة هذه وحي سيد اللي فريق سنيه مرك النبي عليه الصلاة والسلام من ربا إنه براء إن أهل كالتين عدين كالتقو آدي آد أجعلها إنا حريدي وحواي إذي شك وحواي ذات حاجر ولا ليالو لبدا وإهل كان حريري من أما حريرك لحريرنا مركا هو ناجين يسين ويكو حمانا يا ذات كالسير ولا معاملونا وآدين مهمة مركا قطوة وين وفي عنو حاكيه لنا نبي يوسف عليه السلام قصة نبي يوسف ما مغشي نبي يوسف عليه السلام ولا ليس وحيس كده يعني إنه ديلار سوما إنه أبي يسكفه غيان يا لكن إله مو بدبادي نور سنة كده مركز إسكو إمادين قالت كاسوين إسن إيكا قالين إي رالي إيه دهان نقرالي نوخو واخل دني وحوكو يرمرك أنا كوحاوا أي متق أنا واعي نادتك ورصاصة إيا شيء حقا كسوب بحضي كان إيا شيء ممس سنة سو تعباني سانا كسوب بحي بابا 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 لكن نبي يوسف عليه السلام مقلم وحسكو ما سمين مع عالم مع بين وحقلت مشيق مثلا بس وحير سيد إله مشيق لا تطليب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أنا وحقا إذن لها المجدت يا مئذن لها إساسا دم حقوسا ميسين كان محاولية مئذن عينا مئذن إيوة وحنين متهي إلهي إذن بقافه إلهي وددك وحقنا حريسته كأقول حمد بضان وإلهي إلهي إذن حريسته يا يعني شلون اسمه بالاس يوسف عليه السلام فديني كان دي فبانشافت باند فبانتن هابن دي سوينه تو دي بينو برش تو دارفس نيش دي بينو تو اينن برش اوف wenn sie die bindung zu dir brechen deswegen يوسف عليه السلام der prophet يوسف sein bruder haben versucht ihn loszuwerden sie wollten ihn loswerden aber الله سبحانه وتعالى hat ihn gerettet sie haben ihn in einen brunnen reingeschmissen damit sie ihn loswerden sie waren neidisch auf ihn Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gerettet. Einige Jahre später, er war selber ein Minister, höhere Position und sie waren in Armut und in einer schweren Zeit waren sie drin, indem sie ihm Hilfe gesucht haben. Als sie erkannt haben, dass er Yusuf ist, haben sie um Verzeihung gebeten. Aber der Prophet Yusuf, Allah Segen und Friede auf ihm, hat ihnen nicht getadelt oder ausgeschimpft. Er hat ihnen nicht geschimpft. Warum habt ihr das getan? Das war, hat er nichts gesagt. Er hat nur gesagt, keine Tadel trifft euch heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Alabama, der Barmherzige. Deswegen, liebe Brüder, lass uns nachdenken. Lass uns Leute werden,
دي بينونس ودا فاميليا هالت ولا ليال اسف يعقو فكرنا اينو نقونا دد اهل كودا حريريو تيادا كلاتو ان شاء الله مادام محاضرة وقتك لماتي الهي اياكو حمد نوقينا ونو سهلي ان ان قري الهي كو عابدنو اكهلني في سبادن الحمد لله اللهم لك الحمد الله أكبر لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي يقول لي هذا يقول شكري سير وإذن زيادية مركا ولا ليا القف والبقو إذن كمدأ هكو دادالو سيدق أوكال ميل لها قف والبقو نيدا هكاليو سيقول إلهي أتاقيرا سيوح أبطرا سيوح أنفعا إلهي وحكبريا قف والبقو إنو كالميو ومعتقانا أوسيو فكرت أما وحول بقى عن فعكر مساجدك إلهي توفيق دمانتن هانا ودسيو إنا قرق إلهي سبحانه وتعالى ألبابك سنوفره إنو إلهي نو زياديو وإلهي نو كينين وحنا قلنا خصاميو وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا خير الجزاء شيخ إبراهيم. إلهي محاضرة قيم كا وقول رئيسي مساجد كينا أبو بكر وقوف رأي وينوسو بيدي كل كعمر كا الله لقد يستغل بيزاك حسناتك إلهي أبو درو شيخ إبراهيم وحالينا دبانتين أخونا واغنا جزاك الله خيرا خير الجزاء جزاك الله خيرا وحاول يقف والمملوه بيرتا أيوب برتا شيخ إبراهيم وحضرة يقول الرئيسي وبرنامج كان مساجد كان لكي نوم بلعبين وها ما عندنا فرطان كي الحمد لله أسيب أيوه يا شيء إنه نغرس وغير قلوب ولا ليال برنامج إن شاء الله هو نوص على دو الله ينطب هذا نوح نفسه دوين يا إنه كلمة نفسه الجيدية وكاعد ليسا ودومية كنت يا مساجد كان إن شاء الله عبد الوهاب مراد ليس فريد الفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل يوم واحد والصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم أراد يوف يعني عندي لها شيخ اللويني رحمة إن شاء الله وبارك الله بين دونا لكن وحا مهم ما دام أمامه في مساجد كان هاي إن الإذن شيخنا إن شاء الله وحي ولي أن تمنينه يوحي أن سوكا بالأوضب فطمع إلهي وأسكرة سبحانه وتعالى إلهي أبن النسو التوبين وأرمت النسو فكرنا وقال لي وحمرنا النسو التوبين وحقوه الرئيب أن نحرير كان نبوها وحوها يقوه الرئيب واعتصموا بحبل الله جميعا حرير قوه الرئيب أن سميني أنا أقول الله أن أردت أساها وما كرد بيني وأي أرضا ما كرد بيني إلهي سبحانه وتعالى أنه مسهل قولي كم من قريسي إنه أنك سببنا وقدك إنا ديارنا مركا أوش أمي يمسن أنا قولنا يوحي هاي إن أمد إسلام كا سومالي لها ودك أجرم الهدقين inta noo dhudhu meelaha aanagu hadda aan ku hawlgelinay inaan isu keenno oo aan hadal wanaagsan iyo hawl ay ku farxaano min Allah ya oo ilaahay dirtii aan u sameynayno aan ku dadaalno hawshu ugu weyn ee qabanayna taasay waxaanu diyaarsanay muddo hadda toban bilood laga joogo in aanu masaajid ilaahay aanu ka taagno من تقدر هذا عن دكان غاين هيسن لبدن مقالة مدح قبل لبدن هيسن يا غاين فالس ماينس يا فيس بادن قل دحيو عمر كان ميزان كي انسان غاي دد كي بيش وقبض ما هو ها مقالة دن فيس بادن إن عن مفكس كسارنا وعن دانو فيس بادن ما نكسمين إن شاء الله انت تبرتهنا أنه إلهي سبحانه وتعالى ما قل يكا لغنين هذا ما أرين تاسي وحياة هاي أرين قمتي ما تكجرين كرتين سومالي بودتين سام نغن كيني هاي سيدا عن جعلنا هاي سيدا يعوشه نتاي سام وح قمنا وحاصلنا نذكر نوادي كلا دعسنا هاي هذا نيجي لو تاسي هاي تاي
ayaa waxaan isku daynay in dhaqaale ku filan magaalooyinka wadanka Jarmalka magaalooyinka ugu qaalisan xagga maaragtay ijaarka guryaha inaanu santarkeeda haddana annagoo eegayno in dadka aanu raadinayno yahay dad kala maqan ayaa santarka haddana fokuska annaga sii saarnay inaan ka helo waad garan kartiin marka inta ay dhan tahay tabarta aan lahayn iyo rajada markaa meesha taagan dad badan oo naga mida marka waxay arrintaasi ay la noqotay waxaan la gaari karin laakiin sidaan laygu bilaabay hadalka waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan kaalmo weydiisanay culummadana habeen iyo maalin iyo intaanada garab taagneynba waxaan ka ducaysanayna ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore inuunana kala dhaltaalin waata ugu horraysay talabaad ilaahay waxaan ka baryaynay in rabitaanka aan rabno oo wejigiisa keliya aan u rabno inuu noo suurtoobay taa waxaan rajo nooga jirtay hadday noo samaysmato in ummadaanada ay nagu dayan doonto oo ay is-uruursan doonto meesha ay hadda kala tegayso is-uruursigana waa meesha keliya qofku wax ku helo qofkuna haddii una garanaynin meesha uu wax ka helayo khasaaro buu ku dhammaystaa waqtigiisa oo adduunka nool yahay marka muxuu yahay muhiimadaanada muhiimadaanada waxay ahayd inaan samayno jaaliyadan xarunteedan jaaliyaduna saldhigga ay jaaliyaddu leedahay inuu masaajid noqdo maamulkii jaaliyadeedna uu koobo bannaankaa 10 bilood idiin sheegayna waxaan ku helnay howlihii wax jaaliyad lagu qabanayo dhan iyo gurmadkii kale ee dhaqaale aruuriska ahaa saas daraaddeed hawshii bannaanka aanu ku soo qabannay yaa ka badnayd hawsha aanu rabna inaan hadda halku qabanno hawsha 80% waa soo qabanay waxaan hadda bilaabayna waxaa weeyaan 20-ka dhiman inaan dhammaystirno ah in maadaama haykalkii dhannaa aan dhisnay inaan samayno keliya inay socoto dadkii loo samaynayay marka ay la raadinayna waa idinka horta marka ugu horreysa ku soo dhowaada ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis ayaan hawshaas aan noogu dhiibateenayn adeegaynay aan u qabannay annaga ilaahay dartii ayaan u qabannay ku soo dhowaada hawshanna ilaa muddada sanadka hadda hadhaya inta shirkii guul laga gaaray insha allah sidaan u haynaa u haynaynaa arrintana say ku aas-aasantay iyo say ku samaysmatay waa wada ogeydeen waxay ahayd arrin naloo doortay oo ay culummadii iyo ummaddii muslimiinta ee soomaaliyeeda meesha joogta ay nasoo qaqabatay oo sunnada la waafajiyey nin rabay meesha uu maanta ka shaqaynayo ma jirin 5 qof ee meesha fadhido saas daraaddeed waxa haddii sunnada la waafajiyo diintana san looga dhigo manficiisa sida aayadaha qur-aanka ku qoranba manficiisa waa leelaa wixii aan intaa salkiisa la saarinna lamaba arkaba ama maba abaado wuu samaysmi laakiin meel mafa gaarayo wuu dhici ama crisis baa imaan ama waxbaa imaan waxunbaas daba marin laakiin wixii ilaahay dartii loo sameeyo sidii loogu talagalay ayuu ku fulaya marka hawshan aanu ku qabanayno markaanu aad u sii miisaanay hawshii dhisnay ilaa masaajidkii samaynay waxay noqotay laba hawlood inaan hadda fulino hawshii maamulka guud ee ahaa guda iyo dibad macnaha integrasyoonkii dadkii yimid ee soo galootiga ah iyo qaxootigii sidii aanu wixii adeegooda ugu qaban lahayn sidaan banaankaba hadda ugu qabanaynay iyo sidaan caruurtii aanu dhaqankoodii islaamka ahaa iyo diintoodii islaamka ahayd aanu ugu barinay labadaas afgaabe ama labadaasi arrimood ayaanu horta hormarinay marka aanu hawshaasi inta dhexe waxaan ku dhexwadaynaa marka ilaahay duu yiraahdo oo labadaa hawlay waaweyn u dhexeeyo nashaadkii kale islaamiga ahaa in xalqooyin aan samayno insha allah fadhi ah oo aan u fadhiisano ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ama qur-aankiisii lagu subciyo ama la kala barto oo aan ugu talagalay iyo muxaadarooyinkii joogtada ah ee socon jiray ee marka horeba aan ku qabsan jirnay masaajidada kale ee maaragtay ay leeyihiin walaalaha kale ee muslimiinta marka arrintaasi hawl sahlan maaha markaad u fiirisiin hawlaha ka jira waddankan dadku waa wada xamaashaa ruux kasta waxaa weeyaan waqtigiisu waa kooban yahay
وحل قبلي أت يا أت بلاري يا رنينا قمنا وعرفت الطريقة أن أنت جماعي شافتيها أما وذكرك وح وقت الله هاي نويري ما نسدير لي سوا فجيو قم سدير ساعة المانت أنا سوى شغيني وحبيك يا صبا أو رفعتن بروجيسيم إنه هذانا هوش بلارن المستقبل كيني أو قبتاي وأدري كرتين أنت أخرس أرنت على سمرك وحيكون ما كرت أكلية يدو تعاونوا على البر والتقوى اعتماد مش وكل جين أنا قلنا إن المسؤولين هاي إن لو إلى هنا نظام كارت سنني هذانا أيديا أقولنا بتيني كورن إن أنت عن تانا نسوي كاري كات ورئيسين ماشم أيام ماشم وحلو ما ذكر أدينا أدر كويلي سأولا ذات كي أمة الإسلام كأن هذا وقت يعين كرنا أدر نمن هذا وقت يعين كنا أدر فرحي وذارك مرجع أرنتا وحنكم برا روتيني نا نور قيمات ومشي ذكرنا قيمت هو هم ليسوا أو قيمت أس جيد أرنتا سوق وبتي وهذا محمد ودي يدونه وقيمت دعوة ده هذين دعوة جري أن إلى اللي سويه أن إلى اللي يسحسون سنين وأدام تسلم يا اللي سوشي ورتوا حسرتهم يا بعض قيمت هذا قيمت مركز النبوة الرئيسي قيمت الدعوة لها وحنا بدنا بين علماء وأن أبناء أنت اكتردوا طيات إن رجوتوا أنت أنا وليس شيء إنه والهيل دونا أنسيهم بالقولي مرضوا عوي العلماء صاير بدنا بيننا علماء صاير نكون تاجرينا وحكى صيوب باعين أمامك عبيس أنا على غير استاجينا أنا محمد بكاد إن شاء الله أنت كله قيمت أنو باعنا هاي إلا يا حدا أنيك كلي مكوها وقيمت ذلك أن يرضى إماشن أما مدد الدير جوغي اللو قدن قدن كان أن كون الله يقانو أما سيقو هذا الشيء قيمت أرسي وحبك بحينو وما دين هو رفع سنتهي وأيو أردت أمي بسن إماشن أوحيتهي إن أنقنا أن نبت قلو أنقنا أن لقنا نبت قلو إن أمدن ألغن نمت إن قسود ويسودن قوضي ee awoodo koodi saarno mushaaxino anagoo meel aan ka nimid ku mushaax tirisna arno aanu kan nabad galo oo dhaqankeena iyo diinteena uga nabad galo ayayna naga nabad galaan oo ay nooga nabad galaan waxaanu wadano iyo keenna sharka wato ee anaga ama na dhibayo ama iyaga dhibayo saas daraadeed waxa loo baahan yahay in la helo dad matalo jaaliyadan oo luqada jarmalka ku hadlayo oo naga caawiyo hawlahan aad u tiro badan oo na haysto oo ay ugu horeeyaan caruurtii yaryareed oo nalaga qaadanayo hooyooyinkii oo loo turjumay la'yahay oo maaragtay waraaqoo isku saaran yihiin maaragtay dadkii cusbaa ee waddanka soo galay oo aanan garanaynin waxay sameeyaan waxyaabahaas oo dhan uga baahan marka hadduu qofku hal meel aado waad garan kartaa jaaliyad intaan lahayn oo aan keligay ku dhex jiray waad garan kartaa intay dhan tahay 10 bilood oo kaamil aan keligaan ku dhex jirnay oo aanu intaa wadnay ilaahayna wuu noo asturay laakiin maantu waxaan soo gaarsiinay meeshii aan ugu yeernay dadkaas ogow daqiiqad kastood aad gelisid meeshaas oo ilaahay dartii u gelisid waxa weeyaan ilaahay baa ku siinay ma khasaareyse way meel bay ku taalaa taana waxa weeyaan sheekh axmed baa insha allah dhul asna ku fogaan doona insha allah midda kale arrinta dhaqaalaha dhaqaalaha waa la isu geeyey dhaqaala culus baan meeshan gelinay oo aad garan kartiin oo meeshan intaan la eeg magaalada bartankeeda ku taal dhaqaala culus baan naga galay dhaqaalaha naga galay ee aanu 12 ururinay 22 oo aan jeedka loo lugeynay oo la orday haddii aan salkii ku sameynay waad garan kartiin maanta baahida dhaqaale ee qabno waxa weeyaan qayb dumar baan hoos ka sameyno daaha ku kala xirnay laakiin halkaas suuli ee aragteen baan leenahay waxaanu nahay inaan meesha kale dhexe dheer aan suuli uga dhigno una hagaajino dhaqaale ilaa iyo 7,000 oo eeraa waa nalooga baahayay dhaqaalahaasna waxa laga sugayo waa idinka dad kaloo laga sugayo ma laha waayo marka horeba intan annagaa samaysanay ilaah nagu dhowaanayno aakharana rabna inaa ilaah subxaana wa tacaala raxmadiisa aan janno ku galo marka saas daraaddeed waxaan idinku baraarujinayaa akoonnadu waa furan yihiin taleefanadu waa furan yihiin soo dhowaada wixii lacaga ee aad sadaqaysanaysiin masaajidka ilaahay ku soo sadaqaysta noo keeno tacliinta islaamiga meesha ku socoto afdal meel wax lagu bartaa ama wax lagu sameeyo meesha ugu qiimo badan waa garanaysiin inay tahay masaajidka ilaahay
تعالى بسوا دوادا وعويا نقالة عقي سنة وبعنا طهودا بيسو يعني دي شيء جيو وعويا ماشى النشاط كعكب الله بينه وحاكم الآن نشاط عرنه للي يرد أو ترك لي للي يرد أو خاص قبل يويلن هو هذا صار لي يكون يسي جوجي سي آنو أرنت أوف منه معلمين بعد يارني معلمين بعد يارسن كم دركسن إيمان كي كم دركسن تعليم تي ويا تعليم لي يقانو إيمان الله وحمته وان صار عرنه وضن كأنه حرقي أما بابي ودرني يسي وحيتاي تعليم إيمان اسمه صعود علماء ما نحنا ديارني أو ربي نروح بيان أفكستو الله بعي هاي مركز سوى دوالة إمامة نصوم بغلا أنا سليمان أنا إنت أسألك الله بحياة إن شاء الله وسوى دوالة أنا الهلالية أدابتا وريا درس لنا هاي سنتا كيوان جورنا أدي إن شاء الله وقت نور رمضان نكي تغي آتاكو نكي جوغي إن شاء الله وقت نساق آتاكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلهي أيام هاتس كالي لو أفجينا معنت مساجد كي نفرنا حتى بنت دعوته وبدي مساجد عن قول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ولا ريا لله أيام هاتس كله إن وافجيه إن كلنسيه نسوى وافجيه إن مات المساجد كم ذا مساجد ذا إلهي عن فرنو إن وافجيه ميشا عروشا لهدي فنان كتالو وصور ريسا بنادر كروه رسو ريسا لكن إذا فكي عروشا لهدي مات الكوها سرنتاي عدكو عدكي سمجرتو ما أنت على وش الأيام بنات تعلي وني هذا كهري الحمد لله ما أنت كيني دبعتي سن كيني باهقة ما مش مقصو مثلا ناهير لها أيام سنة سنين أنت كبعد ورا ليال دعوت إنه وحي نوم بلا بتي سنة كيلا بكون يستح يتوان مش إلا بيتمنا برنامج كأول وكم بالله ذلي وروحوها هذا الذي يقوله الرئيس وحي نقبت ولك ألقى تلك عيا خير الله سيدي الشيخ إبراهيم وعنا وهو البوحي كيف قولوا في وحول البحي كم كبان وحاوي وكنتك وهو البلدتك وحال السوك كانك ولا رأي لكل منكره وهو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا الذي يقوله الرئيس الحمد لله تيك لباد صدع علماء ولا الله يا إياد نقلق إبخاتي إلا إيو ولا الكين وشيخ أحمد القاسمي سيقن من رجوغو سيدا أيه كسو سعوتي تاتكي مركي قوه الرئيس المساجد وفرانينا يجاريات ما سنعيسانينا انت ما لغا لما هذا كو وحا لغا هذا لي وحا يهد ورورت والإيمان كي ننصوا بسنو عن تكلم نضد ولا لا أوز جعل وحنا كل عمرنا وكلمة الله هي العليا أنت أمرك أن تكسر السنين وأنت عينوه الكشيء وإني كذب بيجي مشي لحد البلد كذب تذكي أيام وتذا كمل ويني قط بالبر وتصاب وقضينا ميراد مساجد عم صورنا والمساجد اللي محافظ عليها والمساجد اللي محافظ عليها والمساجد اللي محافظ عليها مشي لحد أيام وحان سمعني حتى يصير على سماي تذكي أي أي كل يوم يقرأ كلام مشي لكن لماذا لا تتحدث عن المساجد التي 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 تتحدث
عروتي أيام منطقة عروتي فرنسا كل وقت يا رأي وعليه تقوم وقبلي ولله الحمد لله يا هذا الكلام لما أنتي لما أنتي برنامج كسوة قاطع ولما يقوه بيان عن لا ينعي من لبادي مصر حد سيداكم الله وغيره برلمان وأقوم هذا الأمر وأقوم هذا العلم إلا برلمان كسوة قاطع لفتها وحاسدوا في الكتاب كوري وتنكوا لنا مثل فعيه وراشي الفترة جزاك الله خير حياة غير خير الجزاء وترى سأرد ذلك مكملة برلمان رب العالمين سلطاي انتينا فتح الله صغرق إن شاء الله بإذن الله عفوات طريحة اليوم دوقوا عنونكم داودي سوحاوي وقرآنك يوجدين في إلهي الرشع يا عيام داودي سوحاوي نين فرع لنا الذي قال لنا أن تقول إن شاء الله جريء ما حتى الصحيح قل كيف تكاد بالله عليك وحوي وإنا كسر جسنا بيتا السير وتعطي هي مثل كسر كبير هي برنامج فيك حوي كبر إن داوود صاحب القلب هو الباء إن داوود صاحب القلب غير وكعلى ولكن وحاجة نفسه قاعد إن شاء الله نجد إن شاء الله عبد الغني مالي تفضل بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي وأبهد إسكاله رماتين إلهي سبحانه وتعالى إنه هو الحمد النغنوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أودي النغو ينلان نهي يوم قرأس حيرت النغو ينلان نهي ساجد كان مانتكم إناكين، لكن بفضل الله يو من هي بنك أن إلهي سبحانه وتعالى إن بدر إنه النغنوي. إلهي سبحانه وتعالى وحول لي يا تعليم هذا النغضان وأن إديس يا دنيا شروط أس آية الله ذهي مقرنسة هدي إلهي سبحانه وتعالى لما أنت نروح حمد النغلو إلهي سبحانه وتعالى أنت من نسي إنك بدنا يوم نسيني إن شاء الله وحن كل أمه النغية إن شاء الله ولا له لما قرنسة الله من غير كي يمد وعد ما هتسنتين وقتي إنه يوم ما فيك إذا كان الله يدين بركة إن شاء الله كل قلنا بنتجي هذا كي بدأ الله عبد الشيخ وحنصر يا ما له أي بوبريشين قلي إن الله سبحانه وتعالى عظمات صلى على سيدنا ودعنا إن شاء الله الله عافيه حنوك الله ندعو الله إن شاء الله وحنك الله هلك إن شاء الله وقد عيننا ولا له إني مساجد كن عندك الجيستي ما قرأنا سيد فرتان كيس هير قليي يا جنا الله سبحانه وتعالى كي ما قرأنا سيد السر يعاد بقول القاضي وقعي القاضي إلهي سبحانه وتعالى دم بقول الله نافع صدقت وذن الله كأقدر آمين ده إن شاء الله آمين مساج كان دم عن وقتي سيء فماش كيس والدين لما يجي مساج تكون فروتان كيس دد بدك يمد كم يد بقول هذا وحكى قب قات وحوي ردت كلية شرلك الدجناء ولبا أنت فيز بعد ما ينزدرس كلام يا جنا إلهي سبحانه وتعالى دم بقول هذا نافع هلك كلام واحد دوينا حسين إن شاء الله حلم واسنك يمد كنا ذا وحن السنة جاي ومساجك تبرعات كسك غير غاطي اسمه إلهي سبحانه وتعالى دم بيجس الله نافع الله يدعو دقي إن شاء الله هل وجد الله إنها نو وجد ذي نوح وي مال كلا عصير الله رب حلها ونوه يكسر الله إن مال عيسو مالد الله إن شاء الله مسلمين تسو مالد الله يكون البيز بعد الإيمانس سيدي ويوكار لهايان مال أيه وليهين ونكرا عن هاي العدنا العكس إن شاء الله آمين لها إن شاء الله إذا سأكون سكوا يا وان مهتنتين دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا خير الجزاء هذا أنا كلمة وحنقصه عن سير يعني إن شاء الله ولكن وقال لي كنت معلمين تا شيخ الله عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا لي يعني الله سبحانه وتعالى يا مهلا يسوك كلمشة أنت كذب الأمان خيارته يقول لي جاي مرتدى شرفت لي يقول ما ودين كذب الأمان رجل دمن هو ما تسيه هذه يا دم ما تسيه خاصة تدخل سفرنا اللي صار لنا يقول لنا كهيمي بركة ورك أنت هو بدي دوار دمي وحنو مرينا كلمة اللي سي هنا يا هيد معلمين معلمين تقول لي بقولي هي مركز قدومي هي بقى نجا ما بقى ما بقى بقى ناس وده حسنا على كلمة دي سكلها مجهولة مركا سيدنا وضع صورنا هاي منهج كان ماشاء الله في المساجد كان إلا وعب هذا يستر يعين ما هو حلوه مرلا وهو تلق علي إلهي سبحانه وتعالى يا مهد من نوس ورق لي حد إلا صور دعفة وحن سمعين لي امتحان عن مرضى بطول الكوبين وقو سمعين إلا مستواش أرضوا إليهن وحن دوان كل ما أنت حد هاي لفرتني يا الله الموت وفي سبات أن يمين سنفروي وقو كسو 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 أيو كبير يا سيدات قدار كتب يقول قد يمشي يعني وقنتن الموت ولينا وحر الرجال يعني وحر بدن دميه إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وعكر دين الموت ويعلو تصنع الله يفتي وكذبوا لما أنتم وحر روح الله يبارك على الامتحان كذا الحمد لله رب العالمين دفع ما شاء الله وحوي نك أبوه سرية وأنا وحنا غري كنا وحنا غري كنا الحمد لله رب العالمين هو عن أفسو مالك حتى أقول وهو والدك خير الله سيجو هذه آيات من أمهات أليني أن والدك بالبياش على لي عايلة ونتودة عليه وقت بضم كتب حيين المكستة وحبو غري كرا وحنا واخر كرا يقاد دولا على الله مركا وعن قوت لك اللي منها جدام هاي يقول ماذا إن شاء الله تعالى الله بشي قرآن وحنا بضن وشير عبد الرحمن وشير عبد الرحمن بأي جوغة أنا قرا وحنا اللي يقول داري كفضي حان يقول ماذا الشيخية ذا معلمين تا ماهي مركا إن شاء الله تعالى سيدي ودوريونا يبوش من دوره بلغات وحنا نصمينا إن شاء الله تعالى مدقابا لحبر وضع مصند إنا مكسو صارو اسبدل في عهد الله سبحانه وتعالى نور قرآن
لكن waxaan ku dareynaa inay horta la helo waalid waxaan u diyaarsan oo jaahis ah oo ilmaha waqtigiisa ilaaliya oo waqtiga loogu talagalay meesha inay keenan keenaya oo ilmaha inta uu guriga joogo darsigiisa soo siiyay ku celcelinaya baraya oo soo xilbaan aan soo celinay iyo guddiga oo noo dhexay oo waalidka iyo anaga noo dhexay oo waxaan ka qosannay guddigu inay la xisaabtamaan waalidka oo guddigu inay la xisaabtamaan haddana macallimiinta haddaan la helin guddi maan dhay haysta oo waalidka la xisaabtama macallimiintana la xisaabtama marka caruurta dhexday ka baxayaanin marka guddigun arrintan way naga ballan qaadeen annaguna insha allahu waa dadaalaynaa waalidiintana waxaan ka codsanaynaa inay ilmaha xoog saaraan maxaa yeelay wax la barto waxa ugu muhiimsan waa qur-aanka kariimka nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy khayrukum man tacallama alqur'aana wa calama kan idinku khayr badan waa ka qur-aanka barta isagu dadkana bara marka wax kasta ay bartaaniin waxa ugu khayr badan ilaahi subxaana wa tacala dikrigiisa marka inay muhiimadda siiyaan hal aayadeed ama hal suuradeed ama hal xadiis ama hal xaraf ha bartay inay xoogga saaraan inay wax bartaan caruurta diinta islaamka ka bartaan waxaa u dheeritaas tarbiyada islaamka akhlaaqiyaadkii tahaaradii salaadii soonkii waajibaadkii wax walba oo maxaan ku dhahdaa tarbiyatu lislaamiya oo kaamila waa la siin doonaa insha allah waa loogu dari doonaa xifdu lqur'aan oo qiraaa saxiixa liqiraa saliima ay ku baranayaan tajwiidkay baranayaan makhaariju lxuruufay baranayaan iyo wama ilaa dalika insha allahu tacaala marka waa dadaalaynaa waalidkana waxaan ka codsanaya inay dadaalaan guddigana waxaan ka codsanaya inay la sameeyaan xisaabta dhawa waalidka la xisaabtamaan macallimiintana aanay iska sii dayna oran wadaad baan u dhiibnay ee wadaadka la xisaabtamaan ira ilmihii maxaa badhay maxaa keentay oo dabaad haysto insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim walaalayaal ilaahay ayaa mahadis kale insha allah waxaan dareemayaa inaan ciil isugu nimid oo xoogaa aan dareemayno inaan la yidhaahdo firibigaas u yeelino insha allah waxaa weeye khayrkaas u yimid isugu nimid baa insha allah wax walba kaa ood iyo insha allah aan ajarka insha allah aan kurubsanno insha allah haddana laba insha allah kelmad waxaan siinayaa walaalkeen sheekh xuseen bucow insha allah falay tafadal oo waxaa weeye odayaashii waddanka cabaarka joogaya insha allah khibradiisana inuu waxa weeye wado nooga badaabiyo lama qabsanayaa dadka ila jooga maaha diintaada taga tegaysaa markaas dii dadka alida gaa la qabsan sisamo diintaada adoo haysto ayaa dadkii adoo joogtay la shaqaysan kartaa wax ka baran kartaa ayagan aad wax bari kartaa markaad dhex gasho aniga hadda shalay mia doradaa ugu dambaysay su-aaladaa la weydiiyey su-aasha la weydiiyey waxay ku bays garaysnee nimankaan la dagaalamaya gaalada waxaan kugu jawaabay ok gaalay la dagaalamaya maa gaalay anig waxay yaa waaye dadka qarxiyo france yaa waaye dadka yurubdibaatada qabood waa dadka yurubdoosha maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay jaamacad buu kasoo baxay kii waddanka xaqa u lahaa jaamacad buu kasoo baxay laakiin ninkan afrikaanka xaqiisa lama siinay ninkii dhibaato ayuu tirsanaya waxaa loo sheegay mar adduun iyo aakarakeebaa aaqaru yahay janad gelaysaa kaar waxbarku bal waa laga kaxsay reerkiisa hooyadiisa aabihiis u waddanka uu usho laga kaxaysa waxa keenay cadaalad darada aniga arteeda midda labaad waxa weeyaan midxamasaanin uu ku dhex jiro soomaalida dhexde waalidiintii caruurtii caruurtii lama soo dhaweynayo waa la sii daynaya marka waxaa fiicnaan lahayd annaxula talanaya dadka dalka ay kugu timaadeen oo iskale inaad wax ku darsataan oo wax la darsataan ninkuu diintiina haysto muqadaska iyada ugu horeyso ko qofka binaadamig wa diintiisa bartaa haddana diinta waxay baraysaa waxaa u yahay isaga marka waxaan kugula talinaysa dadka waddanka jooga dhalinyarada soomaalida waa inay bartaan luqadda dalka waa inay shaqaystaan waa inay dadka waddanka ku qabsadaan hadda canada gabad baa iska soo shaqaday baarlamaanka canada waa soomaaliyeed maxaa jira dadki bay la qabsaday sistemki bay la qabsaday annaga wiilashayna waxaa laga yaabaa inay darbitaagiyo wayna shaqaysaa diinta ilaahay qabsada ilaahay magagashada aamina kadib dalkana waxaa la qabsada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ولا ليال ان شاء الله وحان سمينا دولا ما دام عرور الجوغان وحاوي ميشان سوني يدد كان سوير اسم لها اي شيء وحاسن ميشان هديات نف قيلة يشنف وقيلة نقل واهرم لي واستاهل كذا ايه هاي الشيء وحاوي ميشان جوغني يروق قاسي وحاسن اموي سوحاسن لي مساجد كي نافتي سي يو دتك فولا سنين حق ولا ايوه لو روح هاي مدددانو حاوي وحي نقصه سكريين ان شاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا لي الإله أيام هذا سكله برنامج كني إلا يهدو الناس باللودي تقريبا لودي تورنما إلا يهدي إلهي من نواف الجي الحمد لله سنة بدي خير النواف الجي إلهي أيام هذا سكله مرلوات ورالكن شيخ أحمد القاسمي بشي محاضرة دي لبعض أيوه في سبادة نوو قبتي لبية بشي كوان شمتي دي لبقوني أفر يتوان وسنة يلاو بلوت كهر تي لبعضنا سنة كبرتن بيسي أيوه نوو قبتي بلله الحمد ما أنت إنه برنامج كي هو بالعوين من الدل كيس ونرجعه وحنا نغفره وإلى إن هذه السنة وما علينا إنا وحنا لنا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ولا لي القف والبو ولا لا وحنا ترى وحنا غي من الفك وانت صوت ساعة هذا نسا ومغاوتا كجرمل كاوتا كاسكوين انا جي هلا كان كان بيبا هذا وحاوي لما أنت تدرينا مركا إن شاء الله صبرنا وحن فرينا وآيه هو تكيني ومستقبل كيني وماشا عن أولد إني دت كيني ما تدبا تيسن ميلها يلا دت كليه كفر يعني يقار دبا تيسن يقار محاوي يلمي لغا قاتي ليش أنكو أصور الله هم وي محاضرة قيم كون نسو جديني وإنك نموتك بتجوغي عن روحنا عن نجيسن وعن عموسن إن شاء الله فريد بارش أحمد القاسم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا لها شرفت لي قبت لسقوي من رقية دمر بوحنك السلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سلام تسلامك كذب وحنك بالله بإنا وحلق بالله يا قبت أنفر إنا وحقه هبون إلا قاخيو أما لقور بحيو إلهي وحجر سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ولا لا يوم مناسبة عن فدينو يجوب تام فدينو وعمل يجوب لفريستو وحيه وخير بنا مساجد إلا بيسو أول فرو أول يسوك على ميستو ودلال يلا عق يجهد لجوب حيو وجالية دي لو يلا ميل يسوق تمادو أرنت عقيمه لو حقدرين كرا قفكي أفر سدي أما أخريي أما كفك جريس سيردي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو صوق حي مقالدا مكان لقصو في ديه سجي سحابة دي سي قدوان الله عليهم إن أي مقالدا مدينة يقو قحا أو صور لونتي حول الآن يمدين نبي دي نيسو بنا صلى الله عليه وسلم مال انت إيادا صدح تلاما أي وقاضي او آد واوين صدح دي مهربائنا مد هل دقيقة دول استاغو قيمها ايليهين
هي باهدة عن أقبنه كو نبي يعني سبحانه صلى الله عليه وسلم وحويسو كانين لبب الشؤوك للنوعة وكلا حضارها كلا مسكحها كلا نقالها عن اسكمالهين ركي من مقالة مكة وكسو كور المقالة دين لغا عابده وحرم كوكي لي لكن مقالة السحراء بورلي أمبيرا كبحن عن حضاره رؤو جنعسي يديمة كلا لحين وسوق حي حوره هذي لقى صوت دفيء وحبه وذنين مجال المدينة وحاد جنا نمل إلى الأنصار أو نعم إسنا بير لي جنا عسلي نمل يهوده مجال المدينة العق إلى قلب بدن كوه يستح ولا فلا هكوه استري لبدي قلنا الله يسكت دري يوم مسلمين بلش مسلم الله قد يجربا نبي جاي نسي لبدا بلش الله يسوقك يا نصوبنا صلى الله عليه وسلم وأوضح بحفروق يا اسمع يا اسمهم الآن يا كلا جبشو كو وحب الله بتلام لا يلاهو التآخي بين الأنصار والمهاجرين إنه لبدي مجتمع لبدي بلشق ولا عليه مد بمد سوق بتهبل أو أبدا صدح المركع كذب نقول إساء إلى بلشدي أمام ينبدل يكون ولاته قف كبني آدم كوحو كرة حيث كفا إذا سوحا أقوم مهم سن نبات قلو إنه سيحدا وإنان وحبرا شدا ميش وقصة رئيسا لقلو وإنان بنيوه وذا ما دام أي أقوص مسيين قوص يا شرع ما لها يعلو شرع واك إلهي قالوا شرع مبحث سوما لدى اللغة نقاها لوذي كي سوق حاور قالتك وحالورنا يا والشرع ما هي لا حول ولا قوة إلا بلا بركات شرع ما والشرع هو شرع إلهي قفك واحد ويدينا يسوي قامة ملقو سيئي فيزو مقعدتي ودن كباسبور كي إلا شدا ملقو سيئي وحاول لكن شرح ملقو سيئي والشرح هذا إلهي بسوط تجي سبحانه وتعالى مركا إلا هلو ما دام أي أمدان إقامة إيو فيزا إيو جنسية نسيين إنا لشقينو ودن كنبت قريدي سيكا لشقينو وحبر شدا لقلو ورشدها لقلو علمك إيو النظام كفي عن إيالا aan ka barano aan ka faa'iideysano aan ka qaadano inaga oo nabadgelyada taala ka faa'iideysanayna dadaal iyo khayr ku darag oo noqonay dad karti leh shaqayn kara bulshada meel fiican ka soo bixi kara aan noqonayna dad been iyo khayaano iyo sabareed iyo waxa xuddaba ordaya oo diintoodii iyo akhlaaqdoodii xumaan iyo khayaano ku masaxay inagoo noqonaynin oo noqonayna dad shaqaysanaya runta sheegaya قوانين تلو سمعيه إنه كل شده كلا هكتو احترامي او إلالينا يا إنه المركة ودن كي كم من نقرنو لبدلني سوحك إلالينو علمي جيس إيا فايدي سبتن أنك فايدي سنو تاس أيانا نو كدر لها انتي وشاقي ولانكي قدومية ليل إله حرسيو ولا لا يوم مركة دانو صلى الله عليه وسلم آيات يا رخيي مساجد بافوري نابانيري مساجد قفك فوريا أو كفايدي سنيا الله تلمامه بيجي الله سبحانه وتعالى ومن دافن حتى نبي محمد وعدي الله بات المامه قفك قريه إلهي عفريا إله با شاقه قفك رو ما تفاجه قضيه وحاد اسكفي لساسن المامود إن تصرف إسانته سيئة نقطة مؤمن إلهي أتوقع شكوه على يري إنما يعمر مساجد الله واقوه كواس الله هو قريه إلهي عفريا واقوه من آمن بالله قف لقيه الإيمان داعتا إيمان حيل دير إيمان حوق بذن إيمان هرددا كسو كحنا يا أصغو أنت حيل سو صلاة وتكذو إيمان سلك كسو قادة يا أصغو أنت حيل سو صلاة ورب حوج جنة أقرى من آمن بالله واليوم الآخر قف ما لنت آخرة رميي أو كعب صدي أو حسابتي أنا ليمن وأقام الصلاة صلاة مساجد كوحة الله لسيء أقوم مهم سن وإن صلاة ذا اللي قلت كذو صلاة ذا اللي قلت أوغو إلهي اللي قلت هذا سبحانه وتعالى وأقام الصلاة صلاة أوغا وآت الزكاة سيكاد نبدحية محاكة بيا ولم يخشى إلا الله إنت كذبنا أن كبق إن بقفنا الله سبحانه وتعالى كبق أو كعب صدكري الله شنتات المامود قفك إلا جهلي ولا لها يوم أيام ما أنت قوبت قوفا إيو فائد إي أجر كلا تغيى أياه لي فرصة في عنه الله أقول له هذا سبحانه وتعالى هذا ما أنت أوتي من مزاك يا الفرية ما أنت قذف عنه واجر تاميسا ما أنت يعني
فرتودينا كنافين لكن برئية برد جميع برد من لقاوة عندهم مساجد كا هلك خسارة كم ممكن كا ولا راه يورن تاسكي العلم إنما يعمر آية ده وحنينا إن تلا قرفروا وين بسمان الله وفس الأرض على رسول الدين ورقف كي كفر حي المساجد ده لفريو تلمامها شنتا اسكبار من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله أن وحك لك بقين أن قبيل كبقين أن دولتي كبقين دولتي كان إلا كبقان وابدمك لما حي لمركة بقي سقالة لا سميسي دولة جرم البوليس كجرم المخابرات كجرم الحديث مساجد كيمادان وإن إنام بقين oon sidii aan u tukanayno tukanno imaada soo gala halka farid waan tukanayna maxaa yeelay hadiiba aynan qalad samaynin wax beena sheegin wax maqraba ma leh diintanadu waa saas shan sanadood baan tukannaa khudbada jumcada aan tukannaa imaada dhagaystaba cabsi ma bale markaas waxaad maadaama aad qalbigaaga allah si saxa uga rumaysay jidkii rabbi qaaday inaad baqdo waa baqalad walaalahayo marka taasi waa midda koowaad أنا أضيف أنا عصر الدين في عمل بحي مركز تلوي من هذا سوى جيدنا يا أو تلو ونسليها هي مساجد كان يهوشي سا يا إلا سي ولا أي كنا نقول تعقيب ذلك كم إذا أي سوى جيدنا يا مركز تاسو أبو ميد المساجد يا فضي سا يقيمه سا يوم سدي لوجا فايدة سلها ولا راح ر بس بعد أي مجالات يسوق لكن خير وين بمن تنين سحروضي يا معلم هذا المساجد كم فرتين وهربا خير كاس فرحتي سو مانتا معها مانتا وران رنتي يا روسكي هروي هاوسي وان لمنتا هاي هاوسي هاد من الابريسا ولا لها يوم وحائق هم ايقا تاعدنا هادي المانتا اسكفر احدان ولا حولو ولا عبو وحلو ولا يدر بمانتا ولا قلتاقو ونيا حسوب يدلال بدن يكرت ايرادا للا اما من مساجد كيلا فوري خسار ونقنكرا ما حالة هم مركب كون تلاقي مسؤول جدليا ولا راح يقول الصعدة وحان اسكت ده يلا فريج نسوس صعدة ما تينا كافي كرو تلا تلاقيين كأريد سو جدلي كنا نسويها وحيد وحصورة قلا هنا ولا راح يسيان يبحو أما قدر بقى يهتم كران سخير كم ما تأي بالله بس جوكتا أو قروح بلا مقص يسوع كو وحكا بلا من أولا أيو مساجد كان إنو بحي هاي إمات إيو كفا إليس جوكتا الاستمرار والديمومة مساجد كان حدا دو أنسات إنو نقضي مساجد كاقي الدين تعالى ألكو وقفا إليس ميسي ألكو عبود إليس مساجد كي صومالي دا وإن جوكتا أتماتو وإن جوكتا تبكاقا وحو قبل حسو وحان كسو هرجي إذا وحنا إلى هلا عقتك عندها لقى بحن جرم البان جوغنا سومالي مجوغنا تاران كي لعق عندها لقى أرو رجري مجوغنا وحان عطر يا كوعل علينا يا أدكينا يا ولا راه ميشا فرية مساجد كالوفر يا الحافظة عن دقن أريق أنا يقول درسة ما أنت لقى بالله إن مساجد كالعق جوغتا أكون طلع لقى بحيو كونتو تكبير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن قف كستق أو أجار كنت جن أو خير هكفى إني سريع هيا لا تحفظنا طلباتن كديك صدم كديك طبن كديك جوكت أي مساجد ككونت دي سكوس وحرود رسول كاني وحنا بارك صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عمل كإن هو خير بدنيا هي أدومها كقول جوكت بدن أو نيرار أو نير بدن وإن قل هذا يراده كسوقات قف با كنت دي سمان تسمي داو افتراك او اكو قريشان يتمن او يرو انو بالكست شاشبو صدقة جوكتا انتو هايو بالكست او شعاتا مساجد كي وحو هايستا العقير او قرنتي او بشا مركة كنا مساجد كان لبحنا ايو اما خرش كيسي لبحنا ايو لقو تشان ايو جوكتا هندي لكن ان صدن او يرو قعان تكت ايو بشي سوا شعاتي وان سفرايبا وقتي العقل لقال لها حقا يسودن ينجلس كان طبيب ما بتجودن با بتشي كل حكت مرك نعك لا بيحنا هو من حنو ترى مزاج وما يهمني بلا ما اركن با ما حدا عميزا لا ما بين اضل عك تود واقو فقط خير كي كوما سخدو امتي خير كا ابو بالله ما ما ينجوت كا فايده سن ولا لا يوم مرك وحن كنت لنا يا قف كست او خير كجعل او وناك تاغيريا او مساجد كفاني سربا انو كان دكتور كو
صدقة جوكتا هي إمات جوكتا وامدك وبعض ربا ولنا إله يحيي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مساجد بالا فري معنى هذا وحاوية وإن لسكال ما يستوح وإن ذنك لن أي شقيان وركودي بقى ما أنت مرق عوضا الشيكا أبل إلي جنقه فاكودي وركودي وحمقه ما تقودي هاوشا كوري فلسي لعكي بسوار ورسي مساجد ينوفرته حتى إيا هاول مساجد وحقوبة هل يهيقف كستا أو خير جعل مساجد وحقوبة هل يهيقف أو نظافة ديسي كشقيا قف طلب كي مسكوله وبهنا ينجوك وشو قلا قف اسمه يا نلبك يا داقده ويحيها الله بسمين كرو فرسما يقانا قف لعقو صور هذه أو انتو وحقي بيو مكتبات هفرو حلوية هسو سمايو حلوات زامبوس هسو سمايو سبتي دي حد المهلا قي بيو قف مساجد دينو وحنا قالا سوق هي كده دارا وحاكا لو لوبا هيا هيا ذاتكي مساجد كعزلالة قبل حين لهايين دمرك وحبر لهايين دمرك اي وحزولك لهايين ويرسي معلمين تنقل لها كنت دي كوريا هوش معمول لها ولا لها يو هدا تيقوم مسلم او صمالي وحافظ النقل وحواتي بقوة ان مراية المساجد كان نفتا هذا كان حركته هل كي يو حبون او اني اعلى يو امن المرخ دي يو قادة هوش قفكي ما انت اسكو قرؤو يراه انا وحد دياره مالك كسو سبتي احدا مركا المية دوسية كبحان إن أن هو بركة قاتل أو أشتوب سوق مساجد كأن كيس إلى كيس كنا مايو قفك دعاء يا صدقة يوتو قال غيا قفك إلى حمالتا خميس تاء أي مساجد كإمريا وحان واجب سكاكت إغي إن المالين كستوب هو الجمعة خميس قلب سيادة أما الجمعة أرور تيادة مساجد كأن عرفيو أن حاقو مسكولات روحيو مساجد كعدل يربو عود كي وحلو كي دينا كو افتيميو سيد جمعة اللو يمادو مساجد كي هو قرحب أو صو عرفي أو نظافة دي ستوب تهي عرفتي سنو بناك تهي واشقة أدك أو آد لوگو بحيا قفكي ذات وحولي لها قفكي ويب سيد كشقين لها أو اكتفيتيت كمساجد كا سيد لو أقاد مقاهدا بيس بادا إنو كوي على مساجد سوماليه دو نشاطات في عقب بحان قفكي انتو صورا مالك استقع ذا جوكتا ويب زيت كالين لها وان لها سقويين كاللوبا هيا هيا ولا لها يو قادو تلقليه قلت يا إيه حبل لك أن نقضى مساجد كو أمبا احنا فاهي وين أمقبو وقال هنا يا داد قلت يا مامل كو إيه لعك سوء أرورنتي وحكى للوبا هيا هيا اللوبين ذاتكي مساجد كالين عمامل كأفجر مركا قبلنا هايين وحفل يا ولكن بديوم يا ركاسا كو حبون dadkii xagga dawladda iyo waxay dawladdu nooga baahato su'aalo soo waydiiso iyo masaajidka maxaa lagu qabtaa meelaha laga sameeyo integrationka iyo masaajidaha laga shuliyo waa inuu qofkaasi tagi karo waqti u hayo masaajidkii warbixin ka dhiibo masaajidkeenu uusan noqon mid agoon aho marka dawladdu iyo umadihii kale turkiga iyo maroocadii dawladda la hadlayaan asagu meesha ka maqan una noqonin waa shaqo loo baahan yahay qofkaasi inuu galbihii meelaha aadi karo inuu maalmaha shurka la qabanayo tago waxaan ka socdaa farcaynta soomaalida masjid abubakar baan ka socdaa shaqooyinka la qabanayo aad u balayhin in shaqooyinka la isu kaasado la dadaalo qof walba daaqada muraayada iskaarka meel fiican uu shaqada ka soo baxo walaalahayo waxaa kaloo waajib alcamal aljamaaci in wada shaqayn iyo kalsooni buuxda la helo hadaan soomaali nahay dhibaatooyinkana haysta waxaa ka mid ah qofka markii uu arkay dad isku duuban oo wax qabanaya intuu taageeri lahaa wuxuu fiiriyay horta kuwana xay ka soo jeedaan madad gaar madan gaaray wataan ma kooban gaar ahaa mare ehebel baa noo soo qabanaya halkaasuu ka bilaabaya maadaama uu wax fiican arka waxaa laga rabay inuu dhaho ilaahayow kuwaa khayrsii waan garab taagnahay waan taageeraya waan la jira walaalahayow marka camalka jamaacigu wuxuu u baahan yahay inaad shakiga iyo waswaaska marka horeba kuu dhacay iska tuurto niyo fiican iyo wanaag meeshii la timaado walaalahayo waxaa kale oo hal aan ayadan arka inay muhiim tahay walaalihii guddiga ahaa ee soo shaqeeyey ee hawshan uu quruxda badan soo qabtay hawshoodii siduu walaalkii cabdiwahaab sheegay maanta iyo sanadka dambetoona ma dhammaanayso maantay bilaabatay maantay si dhaba u bilaabatay sababtoo ah
مركز مانت مجا وين سمايسين مساجد سومالي بها لغفر المجال هذا بيس بادر او بريد يسال انت لا قدر الله يا مقدر اي سعوي لهوشي قدقي يا جاليتي هوشي هروة وايان ماشا سمعتهم يا خساره يا جب هذا وين ماك امالي ولا انا يوم مركز قدي هداتهين يا جاليتي امانت ما انت حلبا قادين هذه ماشا لا قدر الله سانشا اني واحتلت يمادو سمعتي سوما وحنا نقول إنسان وجبهات سومالية وسيدي قبل سومالي سكوت قالي ما أنت واحد بين كل شيء ربين بريت أنا تقال كده إحنا عايو فشوك على حراري لكن هذا ترى هن على لها حوش المساجد كان سوده ما أنت أقول لو ذي إن شاء الله سنة كده جين ولا يجيب سحب زوجة فك ما أنت جوجا وهو حير ولا حاجة كده إيمي أو كسر قيد جري مساجد أنت أول سحبه أجر إيرادها وسحرية ما دام هو يهدتي سوء باللابي دكتي سوء انكي هوسة دكتي سوء أساسي أجد إيراد وهلية ما دام أي خيرتي وحكى باللابي وهروا سعره والله يومرك أريد حب على ساره وتحدي أذك هوسة إلا باللاب ومرمر بلوي سهل انتهي وحقاده أذك إنسي وناكسك وقرحان روه أريد أسل وارين جاليت ورنم مقباها قف ولبعن النيد وناكسك iyo wada shaqayn qurux badan iyo inaan aanu noqonin jalaabo jalaafo noqoto ummada dibta jeebkayga hadii loo baahdo aan diyaar ahay xoogayga markii loo baahdo diyaar ahay tala markii la wadiyo diyaar ahay anuu ka fikirin dadkaas yaa waaye maxay waxay qabanayaan waad u jeedaa macnaha inaan ku aragtay taageer bas garab istaag wanaagga horu si dhaqaaji dib ha u dhalinin maxaa saa loo yeelay maxay saa u noqon wayday wax la soo dhaafin marna maxay الماضي ماضي إلهي قرآنك سبحانه مر بدن كيري تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت خلاص وحسائها وابتكي ما أنت تلامنا جوكتا إلا السحو لقرحيو هروا وضو وناقروا وضو سيدات لنا عكلنا وحن قد يغفر يا إيادتك وان عليها وشا معلمين يا أمان وحن قري لها إلا بدي التشاور وضتشي وحس ويدين وحي عصب إن دتك لو لا سوى لابتو إلا إلى هوش هسا نوصو نو تميدا محانك قمان كرا وحال الإلهي مركي قرآن كسان لو في ريو مشاورة دا أما زورة دا أرنت لإلهو دين تيانا دم بقصة لأي مركي لغا هدا يسيها سادا إيا أرمها بلشا دا مصلحة دا أسر هاي إلهي وحيري وأمرهم شورى بينهم وأمتي مثل هذا البرلمان كي إيه محكمة ذيه إيه دولة دي سروية هذا مركي لجوغي أمت الإسلام كميش أبوها سيسانا قويس كي مركي لجوغينا وحلو إلى هاي وإن أرادا فسالا بعد عن تساوري آيات سورة البقرة وذيكي إيه حاسكي مركي كهذا يمكن إنها إني إنت نوجد لها يين وإني شورا سمعيات المهم يقان مجنان مهل سنو مش الله بسنو إلا مرك المهل المجنان يو وضيقي واجب أذك باسارة هو يدا إنو إلاليو وإن شقه كحن وحن تفيع مكينو واسم شو أذيبو يدا المهل إن كفوغان كارين هو شو أذك تاك يدا إن ديار نقطين المهل لبسن المجنس إلا مرك الحجري وإن أراد بعد تشاور هذين نقصوا بعد تشاور أي كوه سيان وأين يلميه إلا بس للمجياء ولله يوم مركب فيه الشورة دو مركب كل رجل لجولين واشورة مركب برلمان في الدولة ميش كل رجل لجولين واشورة ولا تشي وحيث ويدين كان ترى قالوشو كدرنا مركب نسيه ما دو وطلع ليش ويدينو هذه كندا دي لقادة وايو حالات وحنجوبنا مجتمع أو ديمقراطية إلى حرقة والله عضي هذه عبكي نقدان أبطني يا سقال يا كنتني يا كنتني يكو وإن من عكنتني يكو لغاحو أردي كلا واحد تاجر أنا مهم أنا سام قوي أنا سام مجد مهي مجتمع كميت هاي كنتي يا كنتي تي كنتي وهشيس بو قرط وإن أحد لك هذا أنت ما لك هذا أنت ما لك هذا سيره صعب وإن نراه ولا لا يمرك أنا ولا داري ولا كلية ولا غبار ورك وزوكم وحنقص أروني وركا وحاكى له مساجد وهو باهي هي
إن تسلك الجوك تلوغا فإنستو قارها إن علمك إيا فكرك إيا وحبر الشرق وحامر بدن إليها دمر إيا وحلم بره ورق محاو حلوبر إن إياقا رق إيا وحبرتان يا ديني يا منحي يا يلي رق وحمرت وحبيق أنا تمانتود دمر وحبيق أنا يا دهي مركز بجرة مايا صح قرد باجري سوماليا تاريخي هوري قبلها اسكول جاء يدوس القرآن كان لو مدل الدين واجي هون نسيت صح سوما ويل كان دوس القرآن دين الدين قبل انه هذا رد دين حرور تدرك وصورنا ويلا شعب الدرو سيكاري تاس دور ما يحي كل اجتماعي يحي لو خطرها لكن تي قيم كمين يمر هوري قماتي هدنا عالم كعصر قال الجوغا مركا إلى يوحق قون تكلم بديان قسماها وحامرك إذا ترى ولا راح يوم دمر معسر رضو ذي قادر يان يجا سوري كرا هدي لو بها المحرم جولي كرا رقينا إلى عسر رجو بتاع قاتان وهدي حتى أن لهن القب شيخ وإنه تفسير بدل يخرين كرا وحاد دوبان تفاصيل تيس عمر فاروق يعلمك لو بدل أي دوبين انت سو قادتان باحبين لقوسان كرا أبي ندر أسبوع على كلا قيبي وجدول وهد علي إلى نذريا سيد اللورد دبقة يدين كا كسر قيسنا يسين إلا سمع يا حبين قرآن كتجويد كلا برتب بس تجويد كا معلمين تحفاظ أو حملة يا ويب وحوالة هما الحمد لله القرآن كم بفي عنا هاي أي حبين كي بعد المغرب عشر تجويد وعادي يا بيجان سيد يقف كي جرتنا مزاد كي شعر يسوي القرآن كم صوب بلنهي بعد المغرب على تسعه لو فريستو معلم كنت فريستو قف كتهان صبح اخر يوم السبي وست وصر اخر يوم تجويد يا احكام يا عرب كلا يصحو حبيب كلا لسما يستو تفسير قول ان جايسين ايوه شيخ عمر فاروق نقيا شيخ عمر نقيا شريف عبد النور نقيا علماء السمانيه تفاصيل يا حديث هذا بدل ما تقول او يلا عدل لا تعالى ودل بكثير ولكن كلاوا لهما ان مركب قوى لدربه حبيبي كيف عمر فاروق ما إلى هنا على تسوق روح بدل أسمى يجي أو مقرأ مقرأة حبيبي كيف هل ساعة أو واحد إما يجي هل مقرأة تفسير كذي عمر فاروق شو عمر فاروق لقى حاجة يسوق وفائدة أدوية حبيبي نهك على هذه حديث نقول ذلك كرو هذه أحكام السنة اللي برن كرو في مساجد كي أمور يا خير يا علم وسبحان ولا لا هي مساجد كسر كلا نقول هاي ومؤسسة السن وأربع عنصر شيخ العيب بدن إن حكم قف البق والدذال فائي كفائديس إيوم فائدين لبدا بوسم إيوم إنه أسوح فائدين يوم هو مدي مساجد توحكا شقا إيوم أو جيسي وحكا تبتو إساقنا عاشق ديني أو فائديستو وحاكنا الدور أن له المامي كرينا وأنقوغا هايوم بمين إذن بسوا فكريسو هاو شي قريها قلناسها كدعا غير كيما استقالي غير كيما كالتقايا غير كيما قريب كيمي وأرهن أدك أن هو إلى الكهر إمان إيسو مساجد كهديب الله هيرا كدقي يا علماء دي وشقين أيا أوهيد بدن بايدين إمان إيسا تلوين بدن بايدين إمان أيا قريس بدن بايدين صوفول أيا مدانا وحان وحان يتلاء إن ترتيب مصلحة لقد على مركة كوبات إن غير كيلا يسوع عليو إسلام كان يعرق سليم كوه قلب كوشيك يا غير كستو أو إسقبي وإسكو حقيا شيء أو حرور سود علي أمان سود علي بلاكين إسكو حقيا شيء مدي إسقبي مصنع حضر وفي عم هم مهمتين وإن غير كسل جوغان وإن غير كي اللي إسكو عليو وإن يجي اللي إسو عليو فريتان كإسلام كو حوكا إيجي ميل آتوفو لكن مرر بين كوهر إمان كران أرماء أضاق وأوباهم مركان وحاجرة هيئة الأئمة والدعاء في ألمانيا وفتاوى بدن سميسي وباريتانا بدن كسميسي إن الحالة أمها فتوى السحلة قرطان سفي عن لورد أجيس لبدن إنعبا كدب من اللوغ للات الشرطة أما لو يجي علماء الإسلام في واوين كدب لكن أنت بركي حالة سفي عن لورد أجيس والله ما دي أقف بركي لقم مخرج محاليا لهذه أنتو قبل اعتماده وشيكاته نكي عيسو عيسو, عيسو أدور كذي لقرو من كيو لأركن ثلاث بدن ما صوب حيا مرقوا إنا مركا رجع لقى هذا يوم لمن يقف بصير في عنو نجيسو ولا لا يوم كوا حكوا حكوا سيدنا يا أبو قتيمة يا مركا إيجا محل المدرسة دي يا وحال من عبدوس القرآن كما شاء الله وهو الآن في مبنى وأنا هوس على سلاح النحر كأبوها إلى بدن أو كسر بحكة
معلمين تهدوا إلى هيك الدرو أروا حب حياة من هذا تبر معلمين ما بحياة هدوا الله قدرهم مرك الإنسان سل ما هدوا إن المعلمين تمارس من هذا كار أو كيف تعلم أسمينا حوزاريا قف قولوا وحيا كانوا ما أهل وحبر كانوا وحبر كانوا حالي وحالي لها غارود المعرفة صدق يكبر من هاي معلم يا علمي يا متعلم صدح دي مركو وإن يسف في عن يا وسائل في عن سوم ريان خير كودو كاي مريا مركو مان متعلم كأنك وحبر ريا وحسو مريا علمي وسيدي الله يسير له قرحيي كتبوا معلم وعلمي وحبيسا وأرضي يسير كرامر معلم بهدور وغير أرضي يعني محبوب بهيا هي أسوي الربون كوخ يا كوكا راعو الماس وحمرنا يا ماي معلم هو وانه فهم عنه قال حكي كل اللي هاي كل واسد يا كل يوم ملا استلام مش تعال بقى كده كل يوم هذول المعلم بتعرف فهمين او المي او كل يوم يوسف هو اللي سجل الدين قال كل اللي هو الماس بقى كده بس ما يا دي ترى مكعب على الكلام ولا لا يوم مرة واحد معلمين تقولت لنا هسيجابا المها سومالية هلك جوجا إلى المها سومالية سومالية جوجا نقدان قسمها المه إن أو القرآن كي تمن جزء سوي جل تمن سنة وكر كحب لي وقسمها إن ودين تي إسلام كبرتو أو جعلادو أو تكن يوم أو صلاة مرو تكن عديسا كلا فهم يا إسلام عليه سمحو يا هاي إسلام قديمه سمحو يا هاي إسلام كيسا كوكنا عسان إنو القرآن يا كفي عن إن انتا القرآن كسورة بذل حب نسينو إسكول كتر ملك ملك إلا ويدية ما هو الإسلام أن جوابك المها ملكو إسكول كتر وأفضل من دين تبو آخر تنبا فالك أفضل من المبا يا كانان المه ملك دين تبا اللي فهم سينين قرآن كبرو قرآن كبرو وارا كرعي وارا كرعي وارا كرعي وارا كرعي عجل مو مبري قرآن كتر ذلك لا لكن الإسلام كيف مبر فهم سنة تاسي ماجر وخسانة سوماليا تاسي سحب النخوك تمحاجة لمنه قالوا بلا كما يالله لكن هل كان المها وحكا إسلامي كان عم مسكح ذا يا عقلقا يا وحي والد يا أهل موشي يغان ولا الله يومرك معلمته وحقولتها للها وأن كنت داني ولا لك حتى الناس يدرها تقول ويديي من هد ديارة ما هيسا مركي أنو فكري ما أقول ما يمهي أنو مقر من هد فان قوي مرهورة وديارة وأنا أعرف أنكم أنا لكن وأنا أقول لك إن أي حوك سارة المها إن عقل يقول الله خطابه إن يكسك إيا قرآن كان لجعل يسيو إن إسلام كان لو سوجيده مسك حديث إسلام كان وحاكم وحاقس أسكو روح بضن أحاديث رسول كان صلى الله عليه وسلم إيا أدعي ليسي سيقو رحل معلم وإن هرت إسابه معلم نقضاء قرآن كان قانا قرآن كما لفت راح جاءت الله فكرا حيا إلمها تلمها ما هتاس أبو ميغا القرآن مصابرة يورو ما هين عالم كرايا هين هل كا قراعا سقين جري هل كا قراعا مسقين أيو مركا وحواتبا معلم كوينو هل تسعو معلم نقضو سنة وحروض رقو فهمو اسكول لها لغو تبارك معلمين تلغو سمي يهدو تيك رقو تقو كتب أسقو معلنا و إلمها قلب جيسة قرآن كوزو جيدي كرا قلب جيس انت على يسين كرا دينتا اسلام كان ادعين كرا اسلام كسيد قروح بها كنوش ليه كرا كد من وحبرو ولا راه يوم القوان بني على قرار لها ذو وحان ليه هاي مركلة مساجد كان آفن إنه إيو قوم تجربت بها وحيو بها انت هنيت آه في عم إيو الدلاغ آه فرب بها إيو إسكال ميسي فرب بها وحا قرآن كان إلهي ونوش يقاي ما عندكم ينفد وما عند الله باق وحاكتين يا لها دا عدو قدرتين كريه كنت شتاو وقوم يا لكن مرك إلهي حكي سلوني يوضو وجوغ يا علمتنا وحيد هين ما كان لله دام واتصل بحي إلهي حكي سكي من أولا عدلت الرسم أيو ونرادا ونسعدا ونحرر سما مربدا مكالقو لكن وحي الرسم أيسي هو النفس بحل إلهو هي شهوات نفسه يجعشها هاي انقطع وانفصل وكالقو أيا إلهي خير كان هاي إنها كنيك كي أنك لكوين خير كان هاي نوغر يكي نو دائما إلى أن جنده كل قلو إلى أن الله لا أرتب إلهي وعمل كذوك عمل لوني وكا واسو أداء أمتك فإني سنة إسا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تقوى رجل سيارة وقت مدونة برامجك يوم قامتها ان شاء الله. جزاك الله خير الخير الجزاء الهي اكاوة الحليو محاضرة قيم كل نسو الجيدة ولكن شيخ احمد القاسمي تروني كابن سيئة وقيمها بدلنا الى هيا نقل يكون بعمر فان شاء الله تفسير كاسم الشيخين ان شاء الله شيخة يوم الدرسوين كاس وحديث ان شاء الله رب الله بالله 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 انه تروني كسب غني ما ان شاء الله مقابلنا حكون رسيلنا ان شاء الله وحكون عين الله وراشد فاضمه ومساجد كوكتا بروحدي كل يورو الله أكبر 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 الله على تركيا وسلام وهل كان درس نرى استغرى وقبطة ورعي تسهيلات بدل وحولي هاي ميال بكرا يهيد بكرا مستمعي استغرى وحولي هيد بهاي واستغرى قبطة ورعي ولا كان الله رأزوز إن شاء الله حاطة روح موسان وراشي ما بعلم فاضمه يدر روح فحسن إنه الشيخة يسكروا سدوك بمعطل يدر روح موسان دائم إلى هاي عافية وراشي جميلو يا رسول الله سنتي ان شاء الله شيخ عبدالله يا دولا يكم انو دعا ان شاء الله وآخره بيرا نكي دعوتا آباوها وما انت نرحم صلى الله عليه وسلم تال بجو قلين قال يساقنا انا ادعينا ورالك شعب الرشيد كيسي ان شاء الله دولا عافية شيخ الله يكيد يا دولا تعالى تدمنا وحان ان شاء الله سبجي يا دولا عبد الله عبد اسماعيل حسن وهذا بحي ان شاء الله وحاكا واسقنا بخلي دورة مطلب ورعي ولكن شيخ إبراهيم الله بركة إنسان 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 الله وبركة نمان شاء الله ورد على هذه الأول بخل إسقنا ودقيم باك شوال باك ولكن محمد ويا حتى إن شاء الله ما شاء الله walaalahaas maasha Allah walaalahaas la sheegay magacooda Burhaan iyo gabadha Fadumo la yiraahdo ama hooyo Fadumo iyo dhammaan walaalkeena walaalkeena iyo dhammaan intii khayrka la baxday oo ka qayb gashay oo taageertay Ilaahay ha ka aqbal khayrka samaysteen amiin Ilaahay sadaqada meeshay ka soo bixiyeen wax ka wanaag badan ha ugu bedelo amiin Ilaahay inta jiraan caafimaad degdeg ah siyaasaga qaadana اللهم شفاء عاجلا غير آجل آمين. اللهم شفاء كاملا غير ناقص آمين. اللهم اقض حاجاتهم يا أرحم الراحمين آمين. اللهم بارك لهم في أموالهم آمين. وفي أولادهم آمين. وفي أزواجهم آمين. وفي حياتهم كلها يا أرحم الراحمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. إلهي وماشي صدقها كسوف حيين عافمات يوناك يتعايد يا رحمة وبجر إلهي وصدقها وقدك من النار تكبت بالي سوى جمد البابين وقفرت على قادنا إلهي وحلا يا رب اسكن جوانبنا وتشرفنا في سعي بيت الله وانصرنا 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 في سعي بيت الله عندما أن يأوي أن يفتكس كسوارا وحوالي أن يفتكس كسوارا لأن أبدا هنا بيت الله يولي أن يبرد خير تنام الله وفاق تشيوه ورسول الحياة الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء. والله بتهافن والله متعب المشافين ودعوتي محلتي كتب الرمش كان خلاص وقال ما زين ورد وين كلها. جزاك الله خير خير الجزاء. هذا محمد سلوين يا متان متان كان مساجد كان أبابا 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 ولكن ياسين مساجدك عن مطارها هاي وشواء أفنبا أفنبا ياسين بلسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. كل هذا المقدمة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى إني كربا هدي لا يرادو إن أقايل عمر والميرا ملك است عند دمك است عمر والميرا استوجر ملك كملا إن لا يسوق مدر إن لا يسوق تضو إلا وجادو ما يدري كيف جرى يرباتو يكسر أيتها وعلى إني كبر سهينا هدي لا يرادو مجزي رأي أكن عدى إلى ما كاني قبل ذاتي أقول مشي أي على قصة قاضي من عدد المتشوف سبتال مرتقي لما يرير وعبور عيد الشيء وعلى إليه نزد حلوضات أنت تلفشي ككفير ستي وعلى إليه ربان إلا كلا معنا حجره وقتر قبل اللور راديو أما يندرس الأهان وعنبع عن سمي إن أمضى ودعك النوحة وحكرمنا وأمضى نحدي أدان كرمنا وعمل ربنا إن إلهي درتيس مسجد كان معنى الله فوري لماذا بعديها لقى كيانا يلوح الله يسوك لكان الشيء إن أنا معنى الله كرتين وروح الله إلى الله الإنكرام هي مالها تكامنك عن لأنا إن روح ليسوك كيانا وإلهي درتيس عن نقرنا مشروع لي أبوه الرئيي تتعيري أهو عن كفرنا مسجد كان يتهكي إلهي إرادو كالله بعدنا وعن ربنا إن أنا الله كرتين توليتي هذا الوقت تلقى لها مسؤولها ونقول تلقى لقائب تلقمر كتضبطكم أي حقصدين بودية إن أنا ما أنت اللي هو كالتاقين قاربة حتى باللاضي والعقد ويد اللابتي معاني دي قرصة إن شاء الله تعالى إن قائب تقارنه توليتي هذا إن أنا اللي هو كالتاقين ملك استودقنا كستوى عن هنا إن أنا ميت كان نقرنا إن إلهي درتي السبول معنا هذا اللي كان علومة أهره بتيري أنا وكل كسناتي أهان iya kana liyaahan qurub dafran far waxaan idin leenahay mar dhaw waa soo dhownahay insha Allah ta'ala inna la taageerana waa rabna annu qoto masjidka Obomba annu qoto labada masjid ee Kaasal masjidka ee Mushi annu qoto masjidka aanu hadda maanta fiisbaadan yimaynis ay suuimideen ilaahay ayay biliyo annaga insha Allah ta'ala waxaan doonayna in aan daladahaas ay ka mid noqono falo walba inay saaro risul insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا رمضان حديث مقدمة واجبين وحاول يذكر أن قرب ربهم من القادين إن شاء الله عن سكوت إنه من عن قرب القادة إنه وحاول يورال كلام في كيسي أدريس كيس إن شاء الله استقر قرب المستوى رمكرا وحاول يلقى بالبن وسكوت بالبن وصغير كا إن شاء الله سكوت إنه وحاول يقرب الروح عن ما تربح له أيام وحنا ما أنت هذا منه ما دام يا ماشي مرت ورا ليال عنده فاضل هذا الحكومه الدوليه ان شاء الله نلقى انصار ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته روتي عمر كبار على كذا يقول مزاج الدفري حتى فرح عبد الله مزاج الدفري يا بجد فرحتي إنه وين نقوم بقطع تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر فعلا يا روتي نحكي قصة شقي عرفتها وعن هنا إن شاء الله تعالى إلى هاي أجل يحزن على قصي وهل منهم وأولاده ذوي الأبناء بادية إن شاء الله تعالى كل يوم أنا فربنا الله قد جزمعي رأوه بعض ما بجرى لكن قضايا شيء أتين جمع رأوه بعض الله بك أحاولي رأى أنسان روتي فكرة أهال ودنيانو وقد ترجمت على أولاد حيث يقول مرة وسمعني كل عشان دنيانو إلى كل أفجر الله ولا أزال وقد ترجم وأنا أعطيك الحمات فرحة الله بس أجل كده من وصل برسل أنا ليه أنا واحد مين لك غير وعي واحد وعي وين ماشي فكر ما كانوا ماشي ما كنت بفكر هذا الله بهاي بارك الله فيك أنت عميدة إلى لهاي أنا مبيدة إلى لهاي أنا قياسي أنا عارف من ربنا أنا قصر تجيب الجنة أنا قصر تجيب الجنة دون أمين بارك الله معي تبكي سوشي أنا يا أبو الله سنتي أنت أنا كلام مجتمع مع حكومة الله بس أنت ده إذا ممكن سمعت سيبك تبينه رمتي و انا مسكت اهلاوي واحد كنت مين بيرفع معانا لا عرب وارجع اقول له عشان دعايات يروح على الكلاسات كان جيني ما ان شاء الله تعالى واحد رمتي ارجع لها تويك ما انت مسوي شيء يا شيخ انت طلع هاي رمتي اسف على ما شرحت و
ووحدة تعمل كمان وعدت استعمال مصادقة متأمسات في الأسوان الاستعجيل ويقولوا ما أنت أنت هز وحيو فؤركا أما أن نقوها إليه لهاي وأريد آل مهيمة وفك الصعباشة المهيمة إنه قرجع في عمال الله قرمتي آل واحد لي بكوز جلتانك المساجدك مسؤوليتك اللي هي مساعد منها أنت قدي إنك أنا بينا قصة ربعي أدام مجيب بني تغير إنه يا أدام أرض بني تغير إنه يا أدام سوا عمير إنه إن شاء الله تعالى نحن الله معي إن شاء الله تعالى يا أبا سنتي يا أنسانا وحي إن شاء الله تعالى تغير الله ربعه ديار مليه أم تغير من المساعد كما مساعد كيني أقول له سوى بنت ما أرغي بيش بان كيني أنا قد أم خاكي الله ربعي سنتي الله بيه لأي لحظة إن شاء الله إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا خيرا جزاء وعدي ونادي وحاوي مرتدي انتي وحاوي ورانا المشاع كسر جنسي او خير كسر جنسي لاهي وحاوي مسلك حسنان كاوودرو وحاوي انا نبوي بعض القرية لاهي انا قبيقو مساجد كان انا قد نبوي نور القرية صغير كبير وهيب يعنولي عدي وحاوي عاطي انت وي نور القرية ومشاع وحبنا لاهي المنطقة هذا الشيخ بالتكو دينا ذا يعني الشيخ محمد دينا ذا ومشى إن شاء الله شاف النقل لها لا إذن هذا الميدين مركا إن شاء الله مشى الدروس دور دورنا وحده برنا أكبر قوة بالبن إن شاء الله أسكو عاوين ما يسكروا ورالكاس إلمها بالبن تصور شيئا إن شاء الله يا موتا لك إحنا دي ولا إذن إلهي إذن صلى الله عليه وسلم معاوية وحيث وقصوا إن شاء الله دعوه وحاوي دعوه راشينا ورحمه السنة هي ترتع عنون كيدنا كما عاقل اي غير هم يقالطه انت ان عاقل ما تقرى بل اسم جاي مدير جاي ويقول رئيسا راشين ان شاء الله هنا محارنا شيخي وكان له دعيه راشين زينب زينب وأخبرك مقالة إثباتا حق دعوته ما أنت أيضا حمسة سيكون له كنفتي أنت لو كرينيسي وحاصوه هو كنفتي وراشي إن شاء الله أدعي له لما أنت برنامج شاكسوا في القاضي لبدي يبتل كريم يبتل ربنا وأنت أعيد السوق هو بكريم وحاوي لما إن شاء الله يقول لهي مزاك حسنات وقدرة ورانك إنسان هذا نعمل وحاوي هذا وحيكون ينطق بيسيها بيس وجوده ورانك عبد الرشيد موسى وما تجعل الله إنه نرجو لحمد جاز وفي الدنيا شيء كم دها وما أنت سفتك إن شاء الله سوق الإنسان هنا ودعي إنه خير كل برنامج دو بلا وبيش كسي سعوده ورانك سوق عبد الرشيد قواتاس ما مفاضله لما أنت وحاوي لما أنت قبل عمرك ولي هاي وحكم بربيه لهي وحاول بشتة بنيا لهي وحاول يسألوا دعاء عامي دعاء خاص إن شاء الله شيخ أمور الجنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله على مزاد الكتب على ملوت من السياسة على بس معنا ملوت من سؤال قوي مهمة مساجد كم هذا جمع هذا ملوت من تاس مساجد كم معنى هيسا هي حوزي سيئات وسيحصلين هيسا خطبنا حتى محل لو قلت ما في عربي ما في جرمل ما في صومالي وأيضا ربما هم هنا حتى قلت لك أنت ترى واحد من العلماء وديان خطبة نقول إذا قلت لك أنا قلت لك مركا هولها سوداني وهولها أبا هم إن سدا عدا أو سنان أو ولا بما لو قلت لك المزاد في الجمعة اللي قلت لك هذا وحول أدرك خطوين كي يهبين توضي يا مستوى هذي مركاتنا خطوة الجمعة اللي بحن وإن هذا مستوى عالم يكون بحسه معايا للسومالي بس يقومون تقاني سيلة تحي مسلمين كانوا بدن بائمان أيا مركا هورها صوتا ولا راح يقول يا حل أدرك يا هور باوتان إلهي هو سهل وإن يكتش هذا سدى عد هذي مساجدك لأن مثلا نوح رئيسيهين oo af jarmal iyo carabi iyo lagu khudbeeyo in lagu tashado inagu aan sanadaha shanta ku tukana jumcayna hadda isku bilaabin hadii masaajid kale dhow yihiin waayo aad u dhow yihiin waa tala imanka tacana qolada ma ogi meel ma laa dadka xafadan laakiin waa waxaalaha u baahan in laga tashado raisul cadeeyo go'aan ay jaaliyadda ku qanacsanta in laga sameeyo marka sidaa darteed baa waxaan nidhi wa amruhum shura baynahum qof kasta inuu asagoo niyadda cad yimaado qalbigiisu saafi yahay
سيدا الروبط حجة شرعية أما حجة أغربية أمت للرعاية ديارها انت أكدم يسوه الأرض الشيغي ذاتك وانمنا هاي ذات باخير كأن جعل مساجد كمليسة هي هولها سأل هو قيب قلع قاربا جرن قاربا إبقى رقبة قاربا وباهن قور حلالة قاربا وباهن الولاية المحبت باديو رمات ودان جعينا إلى هيو قمنا ولا شيء زي نبي ينت نمات كالي نبي حرم قبلا بجكفي آمين إلى هيو سيدي مساجد كا مساجد كا يقول يقول أليقين حرم كا ينبقى كغا نضا قادرة آمين إلى هيو وناقي كاربان دومها يوضعف أوي وناقي كاج عليه سي أضا قادرة آمين اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور كل محزمات أرمنها وما بطن وباردنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلى يوم دريا كذي دريا لو وحابض علينا وغدوا وادوا أمة المسلمين تحافظا إيا ميالايك أنت كان خير إيا ألك عفوس يعني راه مغدد إلى يوم دريا الشر إيا حمار إيا بني على قدر كإلى على قدر سبحانه وتعالى إلى يوم أنت كشقيسي وناقي سكتا داشي إيل إيا هو إيا تقارك كيسدي أجر إيا وناقي حسنات وقبدا عملك ولينا سد عظم واقبل ذا قدر يا ارحم الراحمين امين الهي يوم الناس ولكن عبد الرشيد امان انت حنوسن ما انت خير من اللي جوك جعلين قدر في اللي حنوك في علي حنوك الهو كان هذا ذا قادر حنوك هذا الهي يوم جبنا قدر كفارة وظهور للذنوب بشر يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إياك ودا ما مخدجة إلى أيضنا حنوشة إغتائي ومزاتك سقد يسأل وقبش إلى أيو حنوكا إيا سطورتا كقد لا قادرة إلى أيو عافمات دكدك وبدل لا قادرة إلى أيو عافمات كاملة وبدل الله وناقصة هيا رحم الرحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع سيدوك لوراشا جميلة إلى أيضنا وقير في أيو مساجدة كسب إيا كميتا يهدي صدقاتك كست إلى يوم كمان شرط إيه حنوك يتبقى كفد على قادر يا أرحم الراحمين إلى يوم سيدة يقول يا وشا قيين عافي مات إيه وناك إيه الراحة النفسية إلى يوم بدل وصيح على قادر يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله كتاب كاس دتي معلمين تمادايا شيقني كتاب كان وحان اسكتنا إلى كتاب كتاب أي هوية كستوه سوماليين هي معلم كستوه وكفى إلي سنكرو وحاكم ونبتسسون أنبياء نبي الله محمد موسى عيسى داود عليه السلام قصص طولي إيو قصوين كلا إيو دين كلا أوفر بدن مركة قفكي كبا إلي سكرة قفكي إبسلا سيانا سوما قال مركة قفكي كتاب كهد إبسلا واتمن أو يرسوه الكيسو لما أدره ما انتهي ليا شم أو يروح إن قال إساء توصل قضى قبلنا بالبدء حمل لك سوى شيء عرون تاس سلام الله عليك سعر كنوسكي شنط أو يروح تيميه كتاب المتعال كأسوى بحي شنط أو يروح قرابي إيو غرف كسيدة بكين وقلنا حي انت هذا الواسطين يشان حبان كيني هذا انت إبستان نسكة قيمه ونقل يا صدقه أو شاء الله قبل اليوم جزاك الله خيرا وصلاة جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا خير الجزاء ورالك إلى هاي خير وعمال صدقين وخربوس بقى يدري لا يمحاول العباش كسياقا جزاك الله خيرا خير الجزاء إن شاء الله ورال قبكي كرو كم قادر أي برنامج كان ديو قبكي ورال سيني أنا قبكي تلابكي يو أدريسكي إن شاء الله وديار عمكي وفاهم يرعاد اسبرو سيدنا وكسر وحيانا يدا إن شاء الله وديار ولا ليال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان انت طيان إن شاء الله خير كان دون إذا خلو سكار الله حق انتي بوت قادة إن شاء الله انت هتكتا دون بهاي مروكا ليأتو إلى قيمكم إذا واحد بهاك قيمكم إذا وحاوي وتبرعات ومتبرعين ورانك كتابنا أمينة وقادنا دو إلهي إلهي عجر كسيو إلهي عجر يحسن كسيو
وللهي آمين نهاية ولكن فرام يندي مسكحي عقلي وكبر يكون قاسو كنتيق وانا هروس الهي يجري احتلال قسيه آمين الله كسي يعني مساك الله